نبدو محاضرة من مجموع محاضرتين في chest x-ray. بإذن الله تعالى حنديروا systemic approach لchest x-ray. المحاضرة حتمتد بإذن الله اليوم لمدة ساعتين. المحاضرة الثانية بإذن الله حتكون يوم الأربعاء، حتكون برضو ساعتين. نحاول بإذن الله في خلال الأربع ساعات إن تكون عندنا خلفية كبيرة على صور الإكس راي. يهمني جدا إن يكون عندك أبروتش كيف تشوف الصورة، لأن مش كل السلايدز إن مش السلايدز هذوم اللي أنت حتشوفهم في خدمتك، ومش هم هذوم السلايدز اللي أنت ممكن تشوفهم في الامتحان، لكن بنحاول نوريك كيف تشد الصورة، كيف تقرأها صح، كيف يكون عندك decent differential diagnosis. How to work up your patient, how to take your patient to the next level of management. بنطلب منكم شوية حاجات قبل ما نبدأ في المحاضرة. بالله يسلم فوتي كلنا نتأكدوا إن الميكروفونز متاعنا مسكرة. تاني شيء نتأكدوا إن الكاميرات متاعنا كلها مسكرة. ثالث شيء الشات يوقف بإذن الله أثناء المحاضرة، لأنه حيكون في شوية distraction. بعد مدة ومدة، بعد حوالي 10 أو 15، كل 15 دقيقة يعني حنوقف وحنقول اللي عنده سؤال يتفضل يسألني. تقدر تكتب السؤال متاعك في الشات، لو ما قدرتش تكتبه في الشات فيه بطمة ترص عليها تقين يدك، احنا نعطوك بإذن الله الكلمة لمدة 15-20 ثانية. كل الإجراءات هذه إجراءات تنظيمية أكيد، باش الموضوع ما يكونش أصوات متداخلة ونفقد تركيزنا ونفقد الفائدة المرجوة من الحصة. تمام، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رجاء من جديد نتأكد بالله عليكم، سلم أخوتي سلم أخواتي من الميكروفونات ومن الكاميرا متاعنا إن هي تكون مسكرة منعا لأي إحراج. شير سكرين. نبدو على بركة الله. شوية حاجات بس تنظيمية بنديرها قبل ما إن نبدأ في المحاضرة. تمام، محاضرتنا زي ما قلت حتكون systemic approach to the chest x-ray. طبعا المبادئ الأولى في قراية صورة الإكس-راي كيف نتأكد من الفيو متاعنا، هل هو posterior anterior ولا anterior posterior، والassessment of patient rotation، والassessment of quality of the picture، والassessment of adequacy of breathing. كل الأشياء هذه بالحقيقة مش هنخوض فيها في المحاضرة هذه. محاضرتنا هتكون clinically oriented. الخطوات الأولى والمبادئ الأولى متاع الشيست إكس راي عندي فيديو ليها هنحطها بإذن الله، هنكلم الدكاترة المسؤولين على مجموعة المحاضرات هذه إن هم ينزلوا لكم الروابط متاع المبادئ متاع الإكس راي. نحاول إن إحنا في الساعتين اليوم والساعتين متاع المرة الجاية نشوفوا أكبر قدر ممكن من الأمثلة. التارجت متاعي إن إحنا نبغى نشوف حوالي 150 أو 180 chest X-ray شاملة، كل الباثولوجيز اللي ممكن إنك أنت تكون تتعرض لها في خدمتك. تمام، قبل ما نبدأ مازال في شوية حاجات نبغى نقولها. من المستهدف من المحاضرة هذه؟ المستهدف من المحاضرة هذه أكيد طلبة الطب، بس برضو الأبروتش حيكون مش حيكون very basic to satisfy only the 15 medical student. برضو أطباء الامتياز، أطباء الأشعة، أطباء الريسبيراتوري، أطباء الانترنال ميديسن يقدروا يستفيدوا من المحاضرة هذه. زي ما قلت لك يعني الأبروتش حيكون ما هوش very basic، حنمشي بشوية. الأمثلة حتزداد صعوبتها واحدة بعد واحدة. ما نبيش انك انت طالب معناها ان يكون ريستريكتد بس انا المفروض نكون نعرف البلورال افيوجن من نيموثوركس، لا. اوكي، انت ما دامك تحضر في محاضرات جست تري تحضرها صح، تاخذها صح، تفهمها صح، داعي كل مره نديروا محاضره هذه للاندر جرادويت، هذه محاضره الامتياز، هذه محاضره الاطباء، لا هي نفس المحاضره، هو نفس الابروتش، هي نفس الصوره اللي بتشوفها انت، هي نفس الصوره اللي بيشوفها الاخصائي. تمام، فنبدو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل شيء في الدنيا تشيك ليست. اوكي، يعني انت لما بتقرا تشيست اكس راي
والا لامبوساكرال اكس راي والا ام ار اي اوف ذا برين. اي حاجه في علم الاشعه ضروري ما تكون عندك تشيك ليست. تمام. بقى التشيك ليست هذه احنا بنمشوا بها وحيده وحيده وبنحاول نطبقوها على كل الامثله. وحاول انك انت اكيد مش من اول يوم, لان التشيك ليست هذه يعني اخذت مني 4 أو 5 سنوات باش قدرت اني نجمع التشيك ليست هذه ونحطها في قالب معين وانني نتبعها. فانت وحيده وحيده حاول انك انت تتبع التشيك ليست اللي نبي نحطها ونحاول نساعد بعضنا واحده واحده. تمام. نبدو هذه صورة نورمال إكس راي. وأنا بندوي بالليبي لاني حافظ بالإنجليزي لاني كذا, معظم كلامي كله بنحكيه بالليبي باش يكون الكلام واضح للكل. تمام. هذه نورمال تشيست إكس راي. تمام. كيف نبغى نشوف إحنا لي صورة الإكس راي؟ أول شيء مهما كان الفايندينج واضح ويضبح مثلاً ماس هنا كلافيكال فراكشن في جهة هذه, تنشن النيوموثوركس واضح جداً. أوكي, أنت عينك بتمشي للشيء الكبير وعينك بتاخذها الشيء الكبير, لكن ضروري ما انك انت تتبع التشيك ليست بتاعك. انت من قال اللي هذا اللي عنده تشيست اكس راي ما عندهش مالتيبل فراكشر دريب وما عندهش فلاي تشيست. تمام. من قال هذا ما عندهش فورين بودي, من هذا من قال ما عندهش ا لوت اوف اذر باثولوجيز. فمشكله الراديولوجي ان في حاجه اسمها ساتسفاكشن اوف سيرش. اوكي, لما انت تحصل باثولوجي توقف اوكي وما عادش تشوف الباقي, وهذه مشكله. تمام. فضروري ما انت تشيك ليست بتاعك تطبقها من البدايه للنهايه على كل البيشنتس بتاعك. تمام. جود. هذه صوره اكس راي طبيعيه. كيف بنبدا نشوفوها احنا؟ نقول لك نبدا تو احنا نقول كيف بنشوفه على النورمال, بعدين بنخش على الابنورماليتيز. الصوره هذه كيف بنشوفولها؟ بنشوفولها من برا لداخل. تمام. هذا الابروتش بتاعي. في هالبنات ثانيه تقول لك والله ابدا من الابدومن واركب فوق, في اللي يقول لك ابدا من الهارت واطلع برا. المهم انك انت قاعد تشوف في كل شيء, المهم انك ما تنسى شيء. تمام. بنبدو من برا, بنقول لك بنشوف الصف تيشو, حنقول لك الصف تيشو شنو حنشوف فيه بعد شويه, وبعدين بنقول لك نمشوا للاكزيال سكيلتون, نتبعوا الاكزيال سكيلتون نتاكدوا ما فيش فراكشرز, الشيب بتاع الفيرتبري نورمال, الدنسيتي بتاع الفيرتبري نورمال, ما فيش فوكال ليجن. لما الفوكال ليجن يكون ابيض هل بنسموه سكليراتيك ليجن ولا اوستيوبلاستيك ليجن او اوستيوليتيك ليجن. تمام. بنشوفه عده اشياء حنقولها في التشيك ليست بتاعنا بتاع الاكزيال سكيليتون. بعدين بنقول لك تمشي للكلافيكلز. تمام. نشوف الكلافيكلز بتاعنا موجودات ولا لا, لان في هلبا ديس اوردرز وهلبا كونجينيتال مالفورميشنز كاركترايزد باي ابسنت كلافيكلز. اوكي, تمشي انت للكلافيكلز ما تلقاهمش. تمام. وبنشوف الكلافيكلز هل فيهم فراكشرز ولا لا, خصوصا اللاتيرال 1/3 نبون نقارنه لمين باليسار, هل هم سيمتريكال ولا لا, هل فيه ايروجن في الدستال 1/3 بتاع الكلافيكلز ولا لا, تتاكد من الارتكيوليشن بتاعك الاكروميو كلافيكولار جوينت. اوكي, شوف الطبيعي الالاينمنت اوكي بين هذه الاكروميون وهذه الكلافيكل, زوز الايند اوكي في لاين واحد. تمام. لان بعدين لما يصير في ديسلوكيشن مرات فيري سبتل وفيري مينيمال ديسلوكيشن وتلقى الكلافيكل هذه راكبه فوق شويه, فضروري تشيك ليست بتاعنا ان احنا نتاكد من الاكروميو كلافيكولار جوينتس بتاعنا. بعدها نتاكد ان ما فيش فوكال ليجن كركوبه في الكلافيكل, ماس في الكلافيكل, ايروجن في الكلافيكل. تمام. تتم بعدها الكلافيكل تخش على الريبس. تمام. الريبس رقم واحد, لان ننسى في حاجه مهمه جدا هو السيرفايكال ريب. السيرفايكال ريب اوكي اتس انسيدنتال فايندينج, لكن ضروري انت كطبيب اشعه او انت كطبيب باطنه تعلق على السيرفايكال ريب, لان السيرفايكال ريب يدير كومبريشن اوكي على ستراكشرز اللي باسنج ثرو ثراسيك انلت, ستراكشرز اللي في الروت اوف نيك ممكن يدير عليهم كومبريشن. اوكي, فهذا مهم جدا. جود. غير هيك في الريبس شنو بنشوفه؟ بنشوف لو فيه فراكشرز اوكي, ولو فيه فراكشرز في الريب نبغى نشوفوهم, هل هم سيريال فراكشرز مالتيبل فراكشرز, لان لو فيه فلايل تشيست كومبوننت انت بتقيم سماعتك وبتكلم دكتور التروما اللي ماسك هذاك اليوم بتقول راهو البيشنت اللي بعته لي هذا له عنده فلايل تشيست, وانتم عارفين الفلايل تشيست ضروري البيشنت هذا يتعاملوا معاه كميديكال كسيرجيكال او كتروما ايمرجنسي. تمام.
الشيء اللي نبي برضو نوصله من المحاضرات متاعي هذه بنقول لك إنه ضروري يكون فيه multi-disciplinary approach، ضروري كل الديبارتمنتس تكون تخدمها مع بعض، تمام؟ فأنت لما بتكتب request form وتحول المريض من department لديبارتمنت ولا تطلب عليه X-ray، تكتب رقمك، تكتب بياناتك، باش يكلموك ياخذوا منك clinical history، باش يحولوا لك الحالة، باش الحالة لو فيها مشكلة لو هي emergency يلقوك يكلموك، هو هذا الطب المزبوط اللي مفروض إن إحنا نشوفوه في بلادنا، تمام؟ نكمله ونقول لك الريبس اللي كنت شبحت فراكشرز، لو فراكشرز اللي طبعا بتتبع انت الانتيريور ريبس اللي هم بالشكل هذا جايين الانحناء بتاعهم من برا لجوا، تمام، وبتتبع برضو البوستيريور ريبس، تمام. الموضوع في الوهله الاولى والايام الاولى حيكون صعب ليك، بعدين it's gonna be like it's part of your routine checklist، اوكي okay. فحاول انك انت تتبع الريبس كلهم يسيدي حتى عدهم، تمام، تتعود عينك تتعود ان هي تشوف النورمال. لما انت practicing mastering the normal the abnormal will be ridiculously simple. اوكي جود، صار كملنا الفراكشرز. شن تاني بتشوف؟ بتشوف والله في عده malformations في الرب، والله مرات الرب بيفيد رب، اوكي الرب طرفين، تمام، مرات الرب فيه notching، تمام، يعني erosions في الربس خصوصا الانفيريور اسبيكت. اوكي في ديفرنشال دايجنوزس للايروجن بتاع السوبيريور ريب، بس ركزوا احنا على الايروجن بتاع الانفيريور ريب لانه هو هذا بتاع الكواركيتيشن اوف ايورتا، تمام. باه شن ثاني؟ والله الريب هذا ممكن يكون ديفيوزلي سكليروتيك، الريب كل هذا يولي كله ابيض مع بعضه اكسباند، في ديزيز كبير بالشكل هذا، تمام، ممكن تكون ريب، ممكن يكونوا مالتيبل ريبس، جود. هذا بالنسبه للريبس. بعد تكمل الريبس لاحظ لتوني ما خشيتش للريه، وانا عامدا متحمدا من بيش نخش للريه من البدايه، لان لو خشيت للريه من البدايه انت ديما بتقعد تشوف الريه بس، تمام، ومش حتشوف الثاني، وحتنسى مليون باثولوجي في البون، وحتنسى مليون باثولوجي في الصف تيشو، وهذا غلط. بعد ما تكمل الكلافيكل، تمام، والريبس نبيك تخش على الفيجواليزد بارت من البروكسيمال ابر ليم والشولدر، تمام. مرات الموضوع كله شولدر ديسلوكيشن، مرات المريض هذا عنده ماس في اللنج لكن اعطى ميتاستاسيس للبروكسيمال هيومرس، تمام. فالاشياء هذه ضروري ما انك انت تعلق على الشولدر يمين ويسار. انت مرات المريض هذا عنده انترستيشال لانج ديزيز، ولما تمشي للشولدر تلقى عنده كلاسيكال تشينجز اوف روماتويد ارثرايتس، معناها المشكله اللي في الريه هذه الانترستيشال لانج ديزيز اللي في الريه هذا سببه روماتويد ارثرايتس، وانت قدرت تضبطها من الصوره، تمام. جود. بعد ما تكمل البون، تمام، بعدها تمشي للتريكي. التريكي في غايه الاهميه، التريكيا هي هذه لان هي يعني معبيه بالهواء، فحتكون كحله سوداء بالشكل هذا، فحتكون سلايتلي، ممكن تكون سنترلايز لكن سلايتلي غالبا للرايت سايد، تمام. التريكيا هذه ممكن نشوفوها هل هي في مكانها ولا متحركه، لو هي متحركه يمكن تكون بوشت مدفوفه او بولد، اوكي شاحينها الى الليجن، تمام جود. والشيء الثاني اللي نبغى نتعودوا عليه الديامتر بتاع التريكيا خصوصا في البيدياتريك، لان عندنا الكرو اوكي، وعندنا الايبوغلوتايتس، وعندنا الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز في البيدياتريك، الدايجنوس بتاعها يكون من فرونتال راديوغراف، فرونتال اكس راي بالشكل هذا، انت بتكون ضابط وشايف النروينج اللي صاير في التريكيا في الكرو، هذا في البيدياتريك. في الادلت ممكن المشكله كلها تكون البيشنت عنده ماس ونروينج في التريكيا، والله ممكن الماس هذه في التريكيا تكون بابيلوما ادينويد سيستيك، كارسينوما ادينويد سيستيك، بابيلوما ميوكو، endless list okay of tracheal pathologies اللي ممكن ان هي تدير لي narrowing التراكيا. بعد ما تكمل التراكيا بتنزل انت وبتعود عينك على حاجه ما هيش سهله، تمام، لكن بالوقت تجيبها، الميدياستينم، تمام. مشكله الميدياستينم ان ما عندهاش دايامتر ثابت، تمام، بتعرف الاريك اوكي نعود عيننا على الميدياستينم، تمام، في شويه لاينز وفي شويه سترايبس نبغى نحطوهم في الميدياستينم، في حاجه اسمها رايت باراتريكيال سترايب وليفت باراتريكيال سترايب، تمام، وبارافيرتبرال لاين وانتيريور جنكشن لاين وشويه حاجات ولاينز هيك بنحطوهم في الميدياستينم باش نفخمو بالضبط حل الميدياستينم او الميدياستينم بتاعنا هذا كويس. بعدين عندنا تحدي كبير ان الميدياستينال باثولوجي هذا ضروري ما نحطوه في اما ميدياستينم، هل هو في الانتيريور، هل هو في الميدل، هل هو في البوستيريور، قول لي هل الشيء هذا ممكن ان هو يندار بتشست اكس راي اي بي فيو بي اي فيو فقط من غير لاترين؟ بقول لك طبعا
اوكي نقدر نديره ونحط البيشنت فانا بالضبط من ديستاينم فهل باثولوجي من البي اي فيو بس بطريقه بسيطه جدا وحنتعلمها في الدقائق القادمه. تمام، بعد ما نكمل الميديستاينم بتنزل انت تشوف الهايلم، حنقول لك ان الهايلم بعدين فيه لمف نود وفيه بلد فيسل وفيه برونكس، معناه انت لو شبحت اي باثولوجي في الهايلم واحد من ثلاثه هدوما باثولوجيز البرونكس ما نشوفوش فيهم هلبه في الهايلم، معناه لو لقيت انت شيء في الهايلم اللي هي هذه هنا الهايلم اللي صار وهذا الهايلم اليمين، معناه لو لقينا شيء في الهايلم هذا يا حيكون انلاشد لمف نود يا حيكون كونجستد بالمونري فيسل، وحنتعلمه بكل بساطه كيف نميز بيناتهم. بعد ما نكملوا الهايلم حنمشي للهارت، والهارت هذا برنامجه كبير وحنتكلموا فيه الليله، وبعدها اخر شيء في محاضره اليوم حنخش شويه لللنج ونبدا في بدايه اللنج وحنوقفه، لان باقي اللنج والبلورا والديافرام والابدومن وحاجه مهمه جدا اللي هي اللاينز اوكي اللي مربوطه بالمريض ضروري ما نتاكد منها بعدين هل هي محطوطه صح ولا لا، لان مرات المريض هذا حاطين له اندوتراكيال تيوب في الاسوفيجس، مرات هذا حاطين له سنترال فينس كاتيتر في الفاست الهارت في الليفت اتريوم هذا غلط. تمام، فهذيك اخر حاجه بنديروها في المحاضره الجايه باذن الله، اسس البوزيشن نتاع اللاينز والكاتيترز اوكي. وبعدها انت لما تكون شفت كل شيء وكل شيء مشيته سيستماتيك وشبحت حتى الابدومن اللي حنشوفه في حوالي 7 أو 8 باثولوجيز نقدر نشخصهم بالتشست اكس راي، بعدها انت بتدير كونكلوجن للفايندنج بتاعك وبتطلع يا بسبوت دايجنوزس لو في مقدورنا نطلع بسبوت دايجنوزس او بنديروا ديفرنشال دايجنوزس وبعدين بوست كونتراست سي تي سكان اوف ذا تشست ولا هاي ريزوليوشن سي تي سكان اوف ذا تشست لو ان احنا شاكين في انترستيشيال لانج ديزيز حتكون هي النكست. تمام، مهم جدا انك انت تكون عارف امتى تكتفي بالاكس راي وامتى تمشي للسي تي سكان وامتى نضطر للبايوبسي وامتى نضطر للنيوكليير ايمجينج. تمام، على بركه الله نبدا. اوكي التشيك ليست بتاعنا جود، اول حاجه زي ما قلنا ان احنا نبدا نشوفه لابنورماليتيز في تشست وول. تمام، اول حاجه في تشست وول شنو بنشوفه؟ نبيك تتاكد لي من في كل مريض في كل فيميل بيشنت انك انت تشوف البريست شادوز بايلاترالي. اوكي، يعني اول حاجه انت خلاص شديت صورتك وشبحت المبادئ اللي حنحط لك عليهم فيديو انا باش تظبطهم، بعدين انت بديت من اسسمنت اوف سوفت تشست وول سوفت تيشو ابنورماليتيز. اول شيء تتاكد من السيمتري نتاع البريست تيشو بايلاترالي. علاش نقول لك اول شيء هو هذا البريست تيشو هذا اون ذا رايت هاند سايد، لو جه هنا اون ذا ليفت سايد وي كانت ريلي سي اني بريست شادو. تمام، انت مرات تلقى سكار هنا، تمام تلقى مكان العمليه، تمام تلقى فيه راديو دنس. بالمناسبه هنستخدم كلمه راديو دنس او اوبيك اللي وصف اللون الابيض، وراديو ليوسنت او ليوسنسي اللي وصف اللون الاسود. تمام، في الاكس راي لان احنا توه ما نبوش نقول وايت انا بلاك. اوكي نو يو ار دوينج راديولوجي ناو سو يو شود بلاي وذ اور رولز. اوكي جود، سو ذا وايت از غانا بي راديو اوبيك اور راديو دنس، اند ذا بلاك وي ار نوت جوينج تو سي بلاك. اوكي اتس كوايت اود. اوكي وي غانا سي راديو ليوسنت. اوكي جود، بعد يا سيدي مرات انت تلقى هنا الستيتش سيرجيكال ستيتش نتاع العمليه، ومرات تلقى هنا هيك شويه حاجه دنس هي بريست امبلانت، ومرات ما تلقى شيء. تمام، كان البيشنت مريض البيشنت كبيره في السن وكذا ما في حد حيحط لها بريست امبلانت. شنو هي السيجنيفيكانس، شنو هي السيجنيفيكانس نتاع الاسيمتري اوف بريست شادو ولا ابسنت بريست شادو؟ هذا انديكيت غالبا ان المريضه كان عندها بريست سي اي، عندها كانسر في البريست وشالات البريست هذا. تمام، اوكي وشنو المشكله؟ نقول لك يبيك انت تكون ضابط الفكره وعارف ان البريست سي اي يعطي ميتاستاسيس، يعطي ميتاستاسيس للبون ويعطي ميتاستاسيس للريه. يعني انت لما تلقى ابسنت بريست شادو انت هنا بشويه عليك بشويه بتفحص الريه واحده واحده، وحنعلمك بعدين كيف تمشي سيستماتيك. اوكي ايبكس بايبكس بشوي بشوي يمين ويسار، حتدور بعدين على اي ماس في الريه، لان اي ماس في الريه في واحده عندها ابسنت بريست شادو معناها هذه ميتاستاسيس،
وممكن حتى هذه تكون ريكورنس اوكي والمريضه هذه عندها ريكورنس صغيرون احنا ما نشوفوش فيه في تشيست اكس راي لكن الريكورنس هذاك عاطي ميتاستاسيس اوكي صار انت بتشوف لو فيه لانج ماسس شن ثاني البريست كارسينوما تعطي سبريد دايركت وتعطي هيماتوجينس وتعطي لمفاتيك اوكي الليمفاتيك حاجه اسمها الليمفانجيتيك كارسينوماتوزس اللي هي عباره عن شيني ثيكنينج هتلقى ثيكند لاين زي سبتيشنز زي الريتيكولر باترن في تشيست اكس راي تمام هتلقى فيه سبتيشنز في الاكس راي بتاعك هذا مهم كاديشنال فايندينج اوكي صار انت لما تلقى ماستكتومي بتدور هل فيه لانج ماسس هل فيه ايفيدنس اوف ليمفانجيتيك كارسينوماتوز اللي هي سبتال ثيكنينج هل فيه بون ميتاستاسيس تدور البون بتاعك بشويه وفيري تريكي مرات الميتاستاسيس يريح عليك فانت بشويه عليك كل البونز بتشوفهم هل فيهم ميتاستاسيس ولا لا تمام ممتاز هذه الشيء او هذا الشيء الاول شوف هذا المريضه الثانيه نفس الشيء عندها ماستكتومي ليفت ماستكتومي وشوف المالتيبل لانج ليجنز اللي موجودات اوكي وبعدين لما نخش في الريا نقول لك ان الليجن في الريه لما يكون irregular بالشكل هذا حنسموه speculated اوكي الليجنز لما تكون speculated بالشكل هذا معناها هي malignancy اوكي بغض النظر ان هي حتى multiplicity يقول لك ان الليجن هذا malignant good ممتاز صار البيشنت هذا انت في الكونكلوجن بتاعك حتقول والله left mastectomy multiple variably sized malignant looking masses and nodules في اللنج خلاص الconclusion بتاعنا هنا هذا البيشنت عندها mastectomy ولنج metastasis وحنتكلم هلبة على اللنج metastasis لما نخشوا في check list بتاع اللنجز okay good لكن يهمني جدا انك انت تكون فاهم you can link the things together okay تربط الاشياء مع بعضها تمام ما بيكش تشوف لي الاشياء تفصلها عن بعض لا كله الفايندينجز كلها تنحط مع بعض والاحسن للمريض دي ما يطلع بتشخيص واحد تمام مش تقول هذا عندها مستكتي من قبل وهذه ممكن عندها نيومونيا ما ينفعش الكلام هذا تمام حاول انك انت تطلع دائما بتشخيص واحد للمريض بقدر الامكان تمام الشيء الثاني اللي بنشوفوه في السوفت تيشو الشيء الثاني اللي بنشوفوه في السوفت تيشو انه لو فيه طبعا احنا السوفت تيشو بتاعنا زي ما انت عارف السوفت تيشو يبان ابيض في الاكس راي تمام هذا السوفت تيشو كله ابيض اي سواد في السوفت تيشو هذا حيكون سيرجيكال امفيزيما حيكون هو تمام والهواء فلما يكون في السوفت تيشو حنسموه سبكوتينيوس امفيزيما او سيرجيكال امفيزيما بالشكل هذا تمام صار المريض هذا عنده سيرجيكال امفيزيما وديما مسج ما تشوفش بس للسوفت تيشو اللي من الجهه هذه او اللي من الجهه هذه كمل الصف تيشو وتركب حتى للروت اوف نيك تركب هنا للروت اوف نيك والفيجوالايزد بارت بتاع النيك تمام كله تشوفه تتاكد ان ما فيش اي هواء غادي لان لو لقيته هواء غادي انت حتاخذ وقتك وتشوف الريه لان غالبا السيرجيكال انفيزيما هذه جايه من لانج باثولوجي البيشنت هذا عنده يا اما عنده نيوموثوركس يا اما عنده نيوموديستنم يا اما نيوموبريكارديوم نيوموديستنم نيوموثوركس الموضوع كله مرات يكون تروماتيك نيوموثوركس وهكذا يعني سيرجيكال امفيزيما ما ينفعش اني اقول المريض عنده سيرجيكال امفيزيما send the patient home okay this is a disaster okay يعني should be you should spend time checking ribs ما فيش اي عظام مكسوره انت لما هنا غير ما بيش ندخل عليك الباثولوجيز هنا واضح ان الريبس بتاع هذا ما كلهم مكسورات واضح ان المريض هذا عنده حاجه ثانيه حنتكلم عليها قدام باذن الله انت غير توه بس اعرف لي لقطه السيرجيكال انفيزيما ان هي هذه ضروري لو لقيتها spend more time checking الريه اتاكد ان ما فيش نيوموثوركس ما فيش نيوموميديستنم ما فيش نيوموبريكارديوم اوكي جود صار اول شيء في السوفت تيشو تمشي تشوف البريست تيشو ثاني شيء تاكد ان ما فيش سيرجيكال انفيزيما يعني حنمشي قدام شويه وحنراجع وحيده وحيده وبعد مده حنعطي وقت لاي استفسار او اي سؤال تمام الشيء الثالث مرات انت تلقى مالتيبل تشيست وول ماسز اوكي بالشكل هذا انت اكس راي زي هذه شفت حق قدامك هذا شنو هذا خير هذا مالتيبل
soft tissue masses occupying the entire chest, the visualized part of the film, like the chest X-ray, the upper, the visualized part of the upper limb, the visualized part of the abdomen. وكلها كلها multiple soft tissue density masses معبيت للصورة كلها. آه، أنت لما تلقى حاجة بالشكل هذا هذه spot diagnosis. Okay. هذا pathognomonic. شين حيكون هذا؟ حيكون neurofibromatosis. Okay. Neurofibromatosis حيكون بالشكل هذا. طبعا قال type 1. هذا neurofibromatosis. هذا كلهم neurofibromas. Okay. يعني أنت حتى تكتب تو بعد ما تكمل الحلقة تكتب neurofibromatosis okay في الجوجل حتشوف patients عندهم شكل غريب ومفزع جدا okay حتلقى السكن بتاعه كله masses هذا كلهم neurofibromas okay فيبان بالشكل هذا. هذا شيء ثاني برضو نشوفوه في soft tissue okay. شين ثاني في soft tissue؟ بنشوف لو في soft tissue calcification. تمام، لو في soft tissue calcification. الصفت تيشو كالسيفيكيشن يا شباب باب كبير جداً أوكي في الراديولوجي، ويتقسم إلى عدة أقسام، فإحنا ناخذ وحيدة توا حاجات مهمة على الصفت تيشو كالسيفيكيشن وشين يعني. بنقول لك الصفت تيشو كالسيفيكيشن لما يكونوا في قاعدة، لما يكون ماس لايك صفت تيشو كالسيفيكيشن بالشكل هذا، ماس كبيرة وكالسيفايد بالشكل هذا، خصوصا around the joint, the big joint, shoulder وإلا الهيب. اوكي. وتكون unilateral أو bilateral. هذه حاجة اسمها tumoral calcinosis. اوكي. هذه اسمها tumoral calcinosis. ما هيش tumor. هو غير disease اسمها هيك. تمام. هذا metabolic disease. هذا ليه علاقة بالdisorders متاع الphosphate metabolism. اوكي. فيعطيك masses كبيرة حوالين المفاصل الكبيرة. يسموه شنو؟ tumoral calcinosis. تمام. شنو ممكن differential diagnosis الثاني يكون؟ والله لو في history of trauma وfractures خصوصا في lower limb ممكن يكون هذا myositis esophagans. اوكي. ممكن تكون myositis esophagans. شنو ثاني؟ diseases, systemic diseases تعطينا soft tissue calcification. والله البوليميوسايتس. خصوصا الدرماتوميوسايتس. Dermatomyositis calcification حتى تلقى heavy involving the proximal parts متاع limbs especially lower limb حتى upper limb و sheet like calcification متاع الدرماتوميوسايتس. شين تاني يعطينا soft tissue calcification؟ والله sarcoidosis يعطي soft tissue calcification، scleroderما تعطي soft tissue calcification، etc etc k etc إلى آخره. تمام. صار يهمني جدا إنك أنت لما تشوف حاجة زي هيك ما تحلش فيها. تمام. تقول شو هو هذا؟ شنو هو بالضبط؟ اتأكد طبعاً firstly إن لما نشوف soft tissue calcification بالشكل هذا إن البون مش طالع من البون، يعني ما يطلعش osteosarcoma chondrosarcoma كلام زي هذا طالع من العظم. تمام. يعني أنت بس تأكد إن العظم متاعك تقدر إنك أنت تشوفه طبيعي، لأن في tumoral calcinosis وفي myositis esophagans في كل الديزيز اللي قلتها لك شرطنا إن العظم يكون intact وما هوش طالع من العظم. تمام. ممتاز. good. فيه باترن ثاني كالسيفيكيشن الحقيقه احنا ما عندناش هذا في ليبيا، اللي هم هيك زي حبيبات الرز سموه رايس جرين كالسيفيكيشن. هذا الحمد لله احنا ما ناكلوش في لحم الخنزير، فهذا بتاع السيستي سيركس لارفا. اوكي. هذا بتاع السيستي سيركوزس. اوكي. زملاء في الاشعه، انت لما بتدير امتحانات مثلا بورد ثانيات اف ار سي ار امريكان كولج بلا 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 حيتقابل هذا في الرابيد ريبورتنج، حتقابله ممكن في السيشن بتاع الاورال، فحيسألوك هذا شنو؟ وحنقولهم هذا ما عندناش احنا الحمد لله رب العالمين، لسنا من أكلة الخنازير، ولكن هذا اسمه rice grain calcification. It's pathognomonic of cysticercosis. اوكي. هذا من باب العلم بالشيء فقط. تمام. هذا بالنسبة للsoft tissue. يعني حامدا متعمدا حطيت لك عدة أمثلة على soft tissue، نبي نفهمك إن الإكس-راي chest X-ray ما هيش نيمونيا بس، ما هيش بلور الفيوجن بس، مش نيموثوركس بس. تمام. انت لما تقراها اقراها صح. تمام. كل نمشي توا بعد ما كملنا الصفت تيشو وتاكدنا من السيمتري بتاع البريست تيشو، ولو لقينا ماستكتومي نبغى نمشي لللنج ونتاكد ان ما فيهاش ميتاستاسيس والبون ما فيش ميتاستاسيس، ما فيش سيرجيكال امفيزيما، ما فيش ابنورمال كالسيفيكيشن، ما فيش ابنورمال ماسس في التشست وول، خلاص اذا الصفت تيشو بتاعنا بتاع التشست في غايه انه هو نورمال، وننتقل للخطوه اللي بعدها الاكسيال سكيليتون.
اوكي الفيرتيبرال كولمن، اوكي الفيرتيبرال كولمن بتاعنا ضروري ما ننتبهه وحده وحده. تمام، ممكن الاشياء اللي بنقولها توا ممكن جديد علينا كلنا، لكن وحده وحده. تمام، شنو نبغى نشوفه في الاكسيال سكيلتون؟ اول شيء نبغى نشوفه هل فيه ابنورمال شيب للفيرتيبرا. يا رجل شنو قصدك انت بابنورمال شيب؟ في الطبيعي الفيرتيبرا مستطيل، تمام، صندوق يا سيدي باللي، تمام، صندوق وطبيعي كلهم هيك صناديقات فوق بعضهم، تمام، وفيه سبيس بيناتهم اسمه ديسك سبيس، تمام، والديسك سبيس هذا المفروض شنو يكون؟ ايكوال او نيرلي ايكوال في كل بين كل الفيرتيبري، والفيرتيبري متاع سيجمنت معينه، يعني متاع انك المفروض within limits يكونوا يشبهوا لبعضهم، ومتاعات الشيس يكونوا يشبهوا لبعضهم، ومتاعات اللمبر يشبهوا لبعضهم. تمام، هذا التشيك ليست بتاعنا. Good. اول abnormality شوف معايا هنا، خصوصا الفيرتيبرا هذه والفيرتيبرا هذه، شوف ان فيه زي الويستنج في النص. تمام، يعني نرجع بيك التالي ونوريك انا نورمال فيرتيبرا. تمام، يعني مثلا هذه، شوف الفيرتيبرا هذه، ها صندوق من هنا، صندوق طق طق طق، يعني ما فيش اي ديبريشنز هيك، ما فيش اي سكالوبينج، يعني شوفها صندوق، هذا الابنورمال شيب. ذاتس واي انا قلت لك خذ وقت وشوف نورمال اكس ريز، يعني انت خش جوجل ولا انت في المستشفى بتاعك برا، شوف عدد كبير من نورمال اكس ريز باش تتعود، يعني تتعود على الابنورمال. هذا النورمال فيرتيبرا الصندوق بالشكل هذا. تمام، ارجع معي تو الباثولوجي اللي وريته لكم، شوف هذا. تمام، هذه نسموها اتش شيبد فيرتيبرا. اوكي، هذه اول ابنورماليتي للفيرتيبري، تمام، اللي هي اتش شيبد فيرتيبرا، خصوصا الفيرتيبرا هذه، الفيرتيبرا هذه تقريبا، حتى الفيرتيبرا هذه فيهم زي الويست هيك، زي التخصر في المنتصف. تمام، هذه نسموها اتش شيبد فيرتيبرا. هذه لا ديفرنشال دايجنوزز عندنا في الراديولوجي، لكن اهم شيء واهم ميديكال ديزيز، اكيد جماعه الهيماتولوجي تو معي والميديسن مبتسمين لانهم ظابطين، ان هذا السيكل سيل انيميا. تمام، يعني الاتش شيبد فيرتيبرا بالشكل هذا، هذه تلقوها في السيكل سيل انيميا. تمام، شو ثاني نلقوا في السيكل سيل انيميا؟ والله ممكن مرات تلقى اوباسيفيكيشن في اللنج، كونسوليديشن، خصوصا البيشنت اللي هو فيفرش وكذا، ممكن هذا يكون حتى اكيوت تشيست سيندروم تاع السيكل سيل انيميا. شن ثاني؟ والله نتوقع حتى لو درنا الترا ساوند للمريض هذا او درنا سيتي سكان مش حنلقوا سبلين، لان السيكل سيل انيميا في الادلت كاركترايزد باي سبلينيك اتروفي، بسميناه شيني اوتو سبلينكتومي. اوكي، جود، ممتاز. هذه اول ابنورماليتي في الفيرتيبرا، يعني انت تو تاخذ وقتك وتركز تشوف عدد من الاكس رايز النورمال، وتشوف الشيب نتاع الفيرتيبرا، تتاكد من شيب الفيرتيبرا نورمال. تمام، طبعا في عده اشكال وعده ابنورماليتيز في الشيب نتاع الفيرتيبرا، لكن باذن الله في المستقبل تولي زميلنا في الاشعه التشخيصيه ونعمزوا مع بعض ونحكوا ابنورماليتيز شيب نتاع الفيرتيبرا لين تعرفهم ابنورماليتيز. تمام، هذه اول شيء صار ابنورماليتيز للفيرتيبرا. حاضر اني نشوف فيه دكتور او دكتوره قامت يدها، حاضر اني بعد شويه بس نكمل الجزئيه هذه ونستقبلوا اتصالاتكم. اوكي، جود، تمام، هذا الاول جزئيه. الجزئيه قاعدين احنا في الابنورماليتيز بتاع الفيرتيبرا، شوف الفيرتيبرا خصوصا البيدياتريك، لانني كلمت اطباء بيدياتريك يكونوا معنا في المحاضره، ممكن في كونجنيتال مالفورميشنز والفيرتيبرا بتكون ناقصه، مش فيرتيبرا كامله انت تشوف فيه، يسموها هيمي فيرتيبرا او باترفلاي فيرتيبرا. المهم حصيلته ان انت تاكد لي ان الفيرتيبري كلهم شكلهم زي بعض، انت كلهم هذه تمام، هذه تمام تمام تمام، جينا هنا وهنا غريبه شويه من فيرتيبرا هنا شويه من فيرتيبرا هنا. تمام، هذوما نسموا فيهم فيرتيبرال سيجمنتيشن ابنورماليتيز. اوكي، يوم هذوما الباترفلاي فيرتيبرا او الهيمي فيرتيبرا. تمام، جود، ومش مش شرط ان البيشنت يكون بيدياتريك، مرات هي باسد ان نوتسد والبيشنت كان سيمبتوماتيك وانت شبحتها، جاك المريض عمره 16 17 18 سنه وانت تدير له في تشيست اكس ري، فهذا كان انسيدنتال فايندينج. تمام، جود، صار اول شيء الابنورماليتيز بتاع الشيب بتاع الفيرتيبرا. جود، شنو ثاني قاعدين احنا في الفيرتيبرا؟ نقول لك تشوف حاجه اسمها جنب الفيرتيبرا هنا، حاجه اسمها البارافيرتيبرال سبيس. اوكي، لو تشوف معايا هنا
الفرتبري ماشيات ماشيات كان كشيب تمام، هذا الشيب النورمال الحين هو زي الصندوق كده، بس تشوف انه فيه هنا زي البارا فيرتبرال ماس في الجهه هذه وفي الجهه هذه. تمام، شنو المشكله هذه؟ هذا فيه وايدنينج او بارا فيرتبرال ماسز. هنا لمري لو هو كان نون كيس اوف تي بي فحنعتبروه هذا شنو هو paravertebral abscess، هذا حيكون psoas abscess Potts disease. تمام، حيكون هذا Potts disease. اوكي، ممكن حد ثاني تو من زملاء الاشعه يقول لي والله ممكن نيورال فايبروماتوزس. اوكي، بس نيورال فايبروماتوزس نتوقع ان نشوفه وايدنينج في النيورال فورامين، صعب ان احنا نشخصه نيورال فايبروماتوزس من هنا الا ما يكون عندنا اوبليك فيو بس نشوف النيورال فورامين واسعات ولا لا. تمام، المهم المسج اللي نبي نوصلها لك أنا، أنت كإنترنال ميديسن أي patient known case of TB تلقى عنده paravertebral masses بالشكل هذا اكتبهم psoas abscess. أوكي، أنت اكتبهم psoas abscess Potts disease paravertebral abscess وكلم جماعة infectious diseases أو whoever is dealing with these cases in your hospital. Good. شن تاني في الاكسيال سكيلتون؟ صار اول شيء قلت لك انا الشيب بتاع الفرتبره ودرنا عده امثله. ثاني شيء قلت لك شوف جنب الفرتبري هل فيه ماسز، هل فيه وايدنينج، هل فيه شيء جنب الفرتبره بارا فيرتبرال ابسس. النقطه اللي بعدها الدنسيتي بتاع البون نفسه. تمام، يعني انت صدقني هذه حتفوت عليك. تمام، لو انت مش ظابطها يعني ديما العين لا ترى ما يجهل الدماغ. اوكي، اي نو اي سي. تمام، فانت لو حطيت لك اكسري زي هذه اولهم انا ممكن لو في زحمه وهيك حتى حتزرق حنقول لك يا سيدي هذا ما عنده شيء هذا. تمام، اوكي ممكن شويه انا انفلتريت شويه نيمونيا حط له انتي بايوتكس وزيد علي قاتل. لا، شنو المشكله في الصوره هذه؟ المشكله في الصوره هذه ان الدنسيتي بتاع البون زايده. تمام، دنسيتي البون شوف ابيض من الطبيعي. نرجع لك التالي، شوف في الطبيعي ما نشوفوش الفرتبرا واضحات بالشكل هذا. شوف هنا الفرتبرا فيري برايت ماركتلي ريديو دنس لاكنات هلبه بيض هلبه. هذا شنو هو؟ هذا سكليروسس. تمام، هذا بون سكليروسس جنرالايزد بون سكليروسس، وهذا ليه اسباب كبيره وكثيره. تمام، صح، تركز برضو الدنسيتي بتاع البون لان في ديزيز كثيره الماستوسايتوزس المايلوفايبروزس بالسكل سيل ميلوروستوزس ليد بويزنينج اكسترا اكسترا بيكنو ديس هلبا ديزيزز يزيدوا لك الدنسيتي بتاع البون. تمام، مرات انت الحاله بتاعك هذا بيدياتريك، مرات الحاله بتاعك انت ادلت ومتاخرين في التشخيص بتاعه وانت شبحت هذه انه في جنرالايزد انكريز الدنسيتي وهذا راه ممكن يطلع بروستيت كانسر. بروستيت كانسر يعطي اوستيوبلاستيك ميتاستاسيس، يعطي اوستيوسكليروتيك ميتاستاسيس، واللي معقوله يعطي يس ممكن تكون جنرالايزد. تعرف الاكسيال سكيلتون كله يكون ابيض، ممكن اوكي هي تعطي موستلي فوكال سكليروتيك ليجن هيك دويرات دويرات بيض تلقاهم في الفرتبرا ميتاستاسيس، لكن ممكن ان هي تعطي جنرالايز اوكي سكليروسس للاكسيال سكيلتون. فهذه تحطها في دماغك، هذه حاجه مهمه من التشيك ليست ان نشوف الدنسيتي بتاع الاكزيال سكيليتون. تمام، جود، صار من جديد اكزيال سكيليتون ابنورمال شيب فيرتبرا. الاكزيال سكيليتون لاي ابنورمال دنسيتي، فلهذا ضروري عيني تشوف نورمال دنسيتي هلبة. لاي بارا فيرتبرال كولكشنز. شن ثاني نقول لك؟ خصوصا في اللاترال اكس راي لو فيه كولابسد فيرتبرا. شوف الفرتبرا هذا الشكل طق 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 طق، بعدين هذه كولابس، هذه كولابس. الكولابس الفرتبرا بالشكل هذا نسموها فرتبرا بلانا. اوكي، فرتبرا بلانا بي ال اي ان اي. اوكي، وهذه لها اسباب كثيره. فرتبرا بلانا ممكن تكون هذه سكندري تي بي، ممكن تكون سكندري لانجهانس هيستوسايتوزس، ممكن تكون سكندري ميتاستاسيس اكسترا اكسترا. تمام، صار شوف لي انت لو فيه فيرتبرا بلانا. مرات المريض بتاعك جاي يشكي من باك بين. تمام، وانت لما تشوف الفيرتبرا بلانا هذه تبدا تاخذها من غادي. هذا عنده شنو فيرتبرا بلانا، خليني نركب نشوف الريه. الريه عنده انفلتريتس ماشيه مع التي بي.
نزيد نشوف نلقى عنده شنو parafertebral masses, parafertebral collection, parafertebral apsis. معناه انت ركبت الصوره كلها على بعضها. lung infiltrates هذا post primary مثلا او miliary TB. البارافيرتيبرال ماسز هذو ما سواس ابسس الكولابس فيرتيبرا هذه فيرتيبرا بلانا اس ا كومبليكيشن اوف تي بي اوكي اند يو كيم وذ ذا بريليانت دايجنوستس اوكي جود ممتاز. الجزئيه اللي بعدها ما عنديش لها صوره لكن خصوصا لو لاترال اكس راي اتاكد ان الديسك سبيسز ايكوال. علاش؟ لو فيه disk space ضيق وفيه irregularities في vertebral end plates وفيه irregularities في vertebral end plates والdisk space ضيق تمام انت هنا بتفكر شني في infection تمام بتفكر في pyogenic discitis اوكي او tuberculous discitis تمام وتقدر بعدين لو لقيت هذا انت الديسك بتاعك نرو وفيه irregularities والمريض عنده deformity في ظهره وعنده compression fractures أو عنده vertebra plana تقدر تحطه كله تبع التي بي وإحنا عندنا هربة تي بي الحقيقة في ليبيا نحكي على المنطقة الغربية عندنا عدد لا بأس به من التوبركلوزس فالمفروض إن إحنا عندنا تكون familial مش مع chest X-ray بس بتاع التي بي يكونوا well chained إن إحنا نشوفوا أي شيء له علاقة بالتي بي تمام صار؟ الهايت بتاع الفيرتيبرا الديسك سبيس بتاع الفيرتيبرا لو فيه irregularities في الاند بليتس اوكي كلها تقول لك هذا ان فيه element of discitis هذا ممكن تكون tuberculous discitis other types of bacterial discitis المهم انا لما جايك بباك بين تمام ممكن الابسس هذا طالع وعاطي برا vertebral collections اوكي وانت كله تحسبها لما جايك بمشكله في الريه لا مشكلته كانت في الديسك تمام هذا الأكسيال سكيليتون لو في سؤال تقدر تكتبه لو في أي دكتور عنده سؤال عندكم دقيقة نجاوبه على الشات النقطة الأخيرة خليني شوي بس نقرأ لها تمام ما فيش حل بس عشان قاعد نشوف فيكم في الاستفسارات حاضر حنا نوروا باذن الله صوره الباتر فلاي فيرتيبرا حاضر نعاود باذن الله سيرجيكال انفايزيما كيف نفرق بين الانتيريور والبوستيريور فيو حاضر حنقولها على السريع بس دكتوره حنا او دكتور حنرفق فيديو فيه المبادئ هذه تمام لان هنا الديسكشن بيه اكثر يكون كلينيكال اورينتد ونشوفوا فيه حالات المبادئ أنا حاضر مدير لهم فيديو سجلته وحننزله كيف نزبطه أنتري بوستير من بوستر أنتيري لكن مع هذا حنقول هنا توا على السريع بإذن الله حاضر النقطة الأخيرة اللي هي متاع الفرتبري حاضر أنتري بوستير حاضر لا ما هوش للبوستر جرادوت بس الواحد احنا علاش ديما عندنا فكره ان احنا طلبه ضروري ما ناخذوا كلمتين ونص ضروري ان احنا نكونوا قارين الموضوع بالضبط ومستوانا يكون كويس لان ممكن غدوه ما تحصلش من يوريك انت اكس راي فمفروض ان احنا ان ما ناخذوش بشويه يعني تمام بارافيرتيبرا الحاضر حاضر لا الفيرتيبرا بلانا ما هوش البامبو ساين البامبو ساين ان فيها سندسموفايتوزس يعني الفرتبرا الشيب بتاعها طبيعي لكن الفرتبري كلهم لاصقات في بعضهم تمام يعني الشيب بتاع الفرتبرا طبيعي لكن الفرتبري لاصقات في بعضهم البامبو سباين هذا في الانكيلوزنج سبوندلايتس اوكي يعني كل الكومنتس كانت في على الموضوع الاخير بس anyway دكاتره المحاضره مسجله يعني حنعاود بس بسرعه واللي فاتت اي نقطه يقدر يرجع للتسجيل حنكلم من الدكاتره المشرفين على المحاضرات ان هم
يعاودوا يحطوا لكم المحاضرة وتقدر انك انت اي جزئية فتاتك تراجعها براحتك، توقف التسجيل تدويه تسرعه براحتك براحتك. طب حاضر، حنقول لك الانتيرو بوستيريور. حاضر، الهير وال اند ابيرنس دكتوره في السيكل سيل انيميا يس، بس هذيك تكون باينه في السكر. تمام في هلبا ماسكول سكيلتال مانيفيستيشن للسيكل سيل انيميا، من ضمنها الهير وال اند ابيرنس، بون وذ بون ابيرنس، ماوس فيس اب، اندلس 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 ماسكول سكيلتال فيتشرز، من ضمنها الاتش شيب فيرتيكال. تمام اوكي خلاص حاضر. هاي نعود انا بسرعه النقطه الاخيره. النقطه الاخيره انا قلت لك من التشيك ليست بتاعك في الاكزيال سكيليتون تشوف الفيرتيبرال باديز، السبيس اللي بيناتهم اللي هو الديسك سبيس. تمام، اي ناروينج في الديسك سبيس يعني المسافه بين الفيرتيبرا والفيرتيبرا تنقص، وتكون في irregularities. اوكي في الفيرتيبرال اند بليتس يكون في irregularities في الفيرتيبرال اند بليتس، هذا نسموه ديسكايتس. اوكي الديسكايتس هذه ممكن يكون سببها تي بي. تمام، يعني احنا تو تقولين على اكثر حاجات للتي بي، احنا ممكن يكون عنده ايفيدنس اوف ديسكايتس، يكون عنده بارا فيرتيبرال كولكشن، حيكون عنده حاجات في الريه، حيكون عنده عده اشياء. يعني مينلي حنركز على التي بي في شرحي لان عندنا حالات كثيره تي بي. تمام، هذا بالنسبه للجزئيه الاخيره. الفيرتيبرا بلانا من جديد، الفيرتيبرال باديز هاي الكبر ما يصير يمدوها بالليبي، كبر الفيرتيبرال بادي، الشيب بتاع الفيرتيبرال بادي يكونوا زي بعضهم. لو لقيت واحده مفطصه فلاتند في النص جايه مفطصه فلاتند، هذه يسموها فيرتيبرا بلانا. تمام، الفيرتيبرا بلانا هذه ممكن تكون سببها لانجل هاند سيل هيستوسايتوزس، ممكن يكون سببها تي بي، ممكن يكون سببها ميتاستاسيس، عندها عده اسباب. فانت لما تلقاها علق علي. تمام ممتاز كود. الفيرتيبرا بلانا والميتاستاسيس دكتور، الفيرتيبرا بلانا ممكن تكون سببها ميتاستاسيس، ما يجيش نقوله كيف نفرق بين الفيرتيبرا بلانا والميتاستاسيس. ممكن الفيرتيبرا بلانا سببها ميتاستاسيس، الفيرتيبرا بلانا لها عده اسباب، ممكن تكون سببها تي بي، ممكن يكون سببها حاجه اسمها لانجر هاند سيل هيستوسايتوزس، نختصر الكلام، ممكن يكون سبب ميتاستاسيس. تمام، ممكن يكون سببها الليمفوما. فالفيرتيبرا بلانا ساين في الاكس راي ليس مرض بحد ذاته. تمام، ممكن عده امراض يسببوا لنا فيرتيبرا بلانا، بس لما نلقى فيرتيبرا بلانا نقعد نسال نفسي شنو ممكن يكون السبب. تمام ممتاز يس، لها تي دي، لها ديفرنشال دايجنوس. يس تمام جود. نرجع من جديد شويه لهذه نقطه الدنسيتي. طبعا واحد من الدكاتره قال لي باهي، من قال انه مش اوفر اكسبوجر هو اللي يعني عاطين كميه شعاع اكثر من اللازم هو اللي طلع لنا الصوره واضحه؟ لا، لو عاطين كميه شعاع اكثر من اللازم التو لانكس حيكونوا دارك. تمام، لو عاطين كميه شعاع هلبه التو لانكس حيكونوا بلاك هلبه، والسباين حيكون برايت ابيض هلبه، بس هنا سباين بس ابيض. تمام، فهذا واضح انه هو البون ابيض من الطبيعي، فهذا سكليروسس. تمام، اسباب الجنرالايزد سكليروسس ممكن تكون مايلو فايبروسس، اللي هو حسب ما انت عارف في الميديسن انه هو من المايلو بروليفريتيف ديزيزز، ممكن يكون جنرالايزد اوستيوبلاستيك ميتاستاسيس زي البريست كانسر في الفيميل والبروستيت في الميل، واذا ميتابوليك ديزيزز. تمام، بس تحطها في راس الميتابوليك ديزيز لان في ديزيزز شويه رير ما نبيش نتطرق لها. نرجع من جديد للباتر فلاي فيرتبرا، زي ما قلت لك هذه الفيرتبرا شوف معي الابنورمال شيب هنا هيك، يعني نوعا ما نوعا ما هذه زي الفراشه نوعا ما، فهذه abnormal shaped vertebra. تمام، بلقاها اكثر في البيدياتريك بوبوليشن. هنا بالنسبه للH shaped vertebra حتلقى في زي التخصر. شوف الفيرتبرا هذه معاه، احنا قلنا الفيرتبرا المفروض صندوق ما فيش تخصر في المنتصف، فالتخصر في المنتصف هذا حنسموه H shaped vertebra، نلقاها مع السيكل سيل اللي عنده عده اشياء ثانيه. السيكل سيل الانيميا تمام عندها مانيفستيشن ثانيه في المسكل سكيل، المسكل سكيل كلها السيكل سيل نوصل حوالي 10 مانيفستيشن للسيكل سيل الانيميا. تمام،
Yes. Okay. Good. ننتقل لشيء ثاني. ننتقل توا لل بعد ما تمينا الأكزيا السكيلتون. نمشوا للكلافيكلز. نمشوا للكلافيكلز. الكلافيكلز رقم واحد خصوصا هذه جماعة الأطفال، لأنني قلت نعطي إكسري حنغطي كل شيء في الإكسري هذه، مش هنقعد مرة نعطي للبيدياتريك ومرة نعطي للمدرسة. فالكلافيكلز أنت رقم واحد تشوفهم هل هم موجودات ولا لا. لو تلاحظ هنا ما فيش كلافيكلز أصلا. Okay, absent clavicles. هذه congenital. تقدر تقول just congenital absence of clavicle. مالكش علاقة لأن السندرومز أسمعها طويلة. تمام. Clade cranial dysostosis multiplex وكلام وكلام كبير. فأنت تقول just absent vertebra. Good. شن تاني؟ لاحظ الفيرتبرا هنا نهايتها. شوف النهاية الطبيعية للclavicles. Clavicles بالشكل هذا. تمشي لين يصير لها articulation مع الأكروميان بروسس. هذه الكلافيكل الطبيعية. تمام. لكن شوف الكلافيكل هذه كيف صاير لها erosion. أوكي. زي المدببة في النهاية. تمام. كلافيكولر erosion والكلافيكل المدببة بالشكل هذا نسموها في differential diagnosis لـ erosion of lateral one-third of clavicle. Okay, the clavicle لما تكون eroded the distal one-third نبيك تعرف لي الـ secondary hyperparathyroidism ورماتويد arthritis. تمام؟ يعني انت clavicle شوفها كيف مدببة في النهاية المفروض واصلة لهنا clavicle المفروض واصلة لهنا ومدايرها articulation مع الأكروميان process. لكن هنا الكلافيكل deficient في نهايتها eroded ومدببة ونهايتها مفقودة فهذه نسموها erosion of lateral one third of clavicles. هذا اللي نقول أكثر شيء مع روماتويد arthritis ومع حتى مع systemic sclerosis نلقوه يعني مع scleroderma لكن نلقوه حتى مع الhyperparathyroidism. تمام؟ good. الجزئية اللي بعدها spend time وتأكد إن ما فيش fractures في الكلافيكل. هل بينسوا في الكلافيكل fractures خصوصا من lateral one third؟ فكلنا هيك إحنا نشوف الجهة هنا في المنتصف وعيننا تمشي ديما هنا للبيزي أريا ونشوفه في الرية وخلاص. لا lateral one third بتاع الكلافيكل هنا ممكن تكون fractured فهذه very important. أما خصوصا جماعة التروما ركز خذ وقتك شوف مرات ما هوش displaced بالشكل هذا. تمام؟ مرات just mild displacement للclavicular fractures. شن تعني في الفراكشر؟ انت لو تلاحظ الclavicle الطبيعية شوف الclavicle هذه كيف طبيعية وarticulating وجاية in a line well aligned okay مع الacromion. هذه الclavicle well aligned مع الacromion في خط واحد. لما تجي هنا تلقى الclavicle هاربة فوق أعلى من الacromion process. فهذا شنو؟ acromioclavicular dislocation. Okay, acromioclavicular dislocation. هذا مهم انك انت تشخصه. تمام. طبعا بجماعة الأرثوبيديك وجماعة الأشعة ضروري ما تكون انت عارف الـ 6 grades بتاع acromioclavicular dislocation. Good. ممتاز. شين تاني في الكلافيكل؟ ممكن تكون فيه ماس في الكلافيكل. يعني لو تشوف الكلافيكل هذه بالشكل هذا. شوف الكلافيكل هذه فيها ماس هنا. الماس هذه ممكن تكون primary يعني تيومر طالع من البون نفسه مثلا كاوستيوساركوما او ممكن تكون ميتاستاسيس خصوصا من البروستيت كانسر في الميل يحب يمشي للكلافيكل. صار لما تلقى ماس بالشكل هذا دويره كركوبه بالشكل هذا هذه ميتاستاسيس يا اما برايمري تيومر طالعه من العظمه هذه ممكن نقول لك ممكن تكون اوستيوساركوما يعني تيومر طالعه من العظمه او ميتاستاسيس. ما كود صار من جديد نرجع بسرعه للكلافيكل. انت لما يقول لك شوف الكلافيكل اول شيء تاكد ان الكلافيكلز موجودات لو ما لقيتهمش جاست تكتب congenital absence of clavicle وبعدين الريفيرنج فيزيشن هو ظابط شنو هي اسباب congenital absence of clavicle. اوكي بعدين تشوف لي الكلافيكلز هل هم يمتدوا طول ويصير لهم ارتكيوليشن طبيعي
مع الأكرومي كلافيكلر جوينت ولا لا، لأن مرات نهاية الكلافيكل مفقودة ومدببة وإيرودد بالشكل هذا، فنسموه lateral one third clavicular erosion. كنا أسبابه روماتويد أرثرايتس، secondary hyperparathyroidism أو systemic sclerosis اللي هو scleroderma. النقطة اللي بعدها، اتأكد إن ما فيش أي كسور في الكلافيكل تبعها من الميديال من الستيرنو كلافيكولر إند للأكرومي كلافيكولر إند، تمام؟ وتأكد إن ما فيهاش فراكشز وإن الكلافيكل أرتيكولاتينج نورمالي مع الأكرومي، تمام؟ لأن لو كلافيكل أعلى من الليفل بتاع الأكرومي هذا بنسموه أكرومي كلافيكولر ديسلوكيشن. الجزئية الأخيرة، اتأكد إن الكلافيكل، خذ وقتك شوف الكلافيكل كلها ما فيهاش كاركوبات، ما فيهاش ماسز. لو فيه ماسز في الكلافيكلز هذا ممكن تكون برايمري كانسر طالع من العظم نفسه زي الأوستيوساركوما أو ميتاستاسيس، تمام. خلينا تو نشوف لو فيه أي استفسارات. تمام، أي صورة ثانية يا دكتورة؟ أي صورة بالضبط فيهم؟ يعني أنا درتهم حوالي 3 مرات، فاكتبي لي رقم 2 في الكلافيكلز، حاضر هاي؟ حاضر، هذه كلافيكلز absent وهذه شوفي معي الكلافيكل هنا، نشوفوا كلافيكل طبيعي، هذا كلافيكل طبيعي يا دكتورة، هذه من هنا الكلافيكل كيف شاد في السترنم، وهذا ماشي الكلافيكل كيف شاد في الأكروميوم، تمام، يعني نهاية الكلافيكل تكون مع نهاية الأكروميوم. شوفي معي هنا إن هذه الأكروميوم وهذه الكلافيكل في بيناتهم سبيس وشوية مدببة الكلافيكل، تمام، شوف الكلافيكل هنا كيف مدببة، تمام، هذا اسمه كلافيكولر lateral one third erosion. هذا نلقوه في الروماتويد أرثرايتس وفي السيستميك سكليروزس وفي السكندري هايبرباراثيرويدزم، تمام، good. يس قلنا دكتور هاي. ننتقلوا لشيء آخر تمينا. أنا عارف إن الكلام تو أنت داخل في نفسك، داخل في قرارة نفسك تقول مانيش ما نديرش في سب سبيشالتي يعني في الشيست إكس راي، لكن بنعودك ديما سلم وخير، لما تقرأ شيء حاول تقرأه كويس، تمام، لما تقرأ شيء حاول تقرأه كويس وما يقنعك حد إنك أنت طالب وهذا اللي لا، أقرأ زين وخلي مستواك كويس، تمام، good. نمشي تول الريبس. أول حاجة في الريبس في abnormality اللي هي cervical rib. شوف معي في الطبيعي. طبعاً الدكاترة اللي سألوني، نرجع وحيدة تول تالي، مع أنه قلت لك في حصة مبادئ هينزلوها الشباب كتسجيل فيديو، لكن مش مشكلة. سألني واحد من الدكاترة ولا واحدة من الدكتورات كيف نزبط الفيوم تاعي postero anterior ولا antero posterior. البوسترو انتيريور اللي هو الكلاسيكال اللي احنا نديره فيه المريض واقف، صدر المريض على جهاز الاشعه، على صندوق الاشعه، والاشعه تسلط على ظهره ليستقبلها الكاسيت اللي محطوط على صدره، تمام، فاتجاه الاشعه من البوستيريور الى الانتيريور، فهذا احنا نسموه فيها بوسترو انتيريور. شرطنا المريض يكون واقف واخذ ديب انسبيريشن، تمام. كيف نظبطه انه هو بوسترو انتيريور؟ حنقولها وحنقولها لي مره واحده دكاتره. التو كلافيكلز حيكونوا شويه في شيبد، يعني زي السبعه القديمه، وخشات فصل الشست، ما همش برا، يعني هذه كلافيكل وهذه كلافيكل فورمينج كأن رقم سبعه بالقديم او في شيبد كلافيكلز لاينج انسايد ذا تشست، اوكي، يعني تشوفهم فوقهم في هريه، يعني هم فصل الشست، تمام، لما تلقاها هيك معناها هذا شيني بوسترو انتيريور فيو، وهو هذا اللي نبغاه، تمام. علاش احنا نقول بوسترو انتيريور ما نبغوش الانترو بوستيريور؟ لان الانترو بوستيريور يعطيني فولس انلارجمنت في السايز بتاع الهارت، اوكي، يعطيني فولس كارديوميجالي، اوكي، فانت حتبدا تشخص في كارديوميجالي اكثر من الطبيعي، فلهذا ماذا بينا الفيو بتاعنا يكون بوسترو انتيريور. طبعا لكن بوسترو انتيريور ضروري المريض يكون يقدر يوقف ويقدر يتنفس. هذا لاش معظم المرضى اللي في الاي سي يو حيكون الفيو بالعكس انترو بوستيريور، اوكي، فهم مش مشكله، فهم ما يهمناش هل بس سايز بتاع الهارت الا لو كان كبير وواضح بعدين حنعلقه عليه، تمام، جود. في حد ثاني يسالني على الهايلر، الهايلب وينه؟ هو
وهذا الهاي لمت كاتراك. شوف معي انت الكلافيكال التشيكيا ماشي ومتقسمه هني، البرونكس يخش فطريه، فهذه الهايلر بوينت، هني الهايلم اللي صار وهني الهايلم اليمين، وفي الطبيعي الهايلم اللي صار شويه اعلى من الهايلم اليمين، وهذه في غايه الاهميه. تمام، صار هني هذا الهايلم اللي صار اليمين وهذا الهايلم اللي صار. تمام ممتاز. حاضر، نشو توا نتعلموا كيف نعدوا الريبس. تمام، نتعلموا كيف نعدوا الريبس. جود، خلينا نتعلموا كيف نعدوا الريبس على وحدة طبيعية. جود، هذا الريب الأول غالباً من الريب الأول يتقاطع مع منتصف الكلافيك، يعني مع الكلافيكل. تمام، فأنت هذا الريب الأول، هذا الضلع الأول، هذا الضلع الثاني، هذا الضلع الثالث، الرابع، الخامس، السادس، وبداية السابع. هدوما الانتيريور ريبس. تمام، هدوما الانتيريور ريبس. الجهة الثانية هذا الرب الأول، فالرب الثاني، الرب الثالث، الرابع، الخامس، السادس. تمام، العكس اللي ماشيات بالعكس هذونا البوستيريور ريبس، اتجاههم بالعكس. تمام، هذوما البوستيريور ريبس. تمام، في الطبيعي لو المريض متنفس كويس واخذ جود انسبيريشن، لانني قلت لك لما نصوروا المريض نقول للمريض يوقف ويتنفس واحنا نصوره. تمام، كيف نعرف مريضنا انه هو تنفس كويس؟ المفروض الرب السادس يتقاطع مع نص الديافرام، فاقول لك الرب الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، وهذه الديافرام. تمام، معناها المريض هذا واخذنا جود انسبيراتوري ايفورت. تمام، معناها هذا جود انسبيراتوري ايفورت. جود، ممتاز. لا، ما دام الكلافيكلز فاست تشست تو الاي بي فيو يا دكاتره حيكون الزوز كلافيكلز برا تشست. تمام، على استقامه واحده هيك وجايات في حاشيه التشست. تمام، ونبيك بيني وبينك ما تضيعليش وقتك هلبة في حكايه اي بي وبي اي، في حاجات اكثر اهميه من الشيء هذا. تمام، فحاول بقدر الامكان انك انت اوكي نبي نظبطها، نبي نعرفها الاي بي من البي اي، لكن في شيء اكبر اهميه وفي شيء اكبر واخطر من مجرد ان احنا نعرفه الفيو اي بي ولا اي بي اي. لكن من جديد زي ما قلت لكم البي اي حيكون في شيبد وفاست تشست، الاي بي ما اعتقدش عندي اي بيات هنا، لكن الاي بي زوز كلافيكلز حيكونوا على استقامه واحده، هذه الكلافيكل حتكون هنا والكلافيكل الثانيه حتكون هنا، وحيكونوا زوز برا تشست. تمام، حيكونوا عندك اديشنال كلوز، يعني انت لو المريض حاطين عليه الكترودز نتاع اي سي جي وعنده هلبه لاينز كونكتد ليه، ما اعتقدش ان احنا المريض وقفناه بخيوطه بطوبواتها اللي في بطنه وفي خشمه وفي صدره قلنا له يلا اوقف اوقف ضروري نصورك بي اي، ما ينفعش الكلام هذا. ما دام انت لما تلقى خيوط وكذا وحاجات اتاتشد للمريض، معناها واضح ان الفيو بتاعنا هذا حيكون انتروبوستيريور. فمن هنا نقول لك ما don't waste your time trying to figure out is it like a posterior anterior or anterior posterior. ممتاز، ممتاز. خلاص تكلمنا احنا على لقطة بي اي واي بي، تكلمنا على لقطة كيف نعد الربس الانتيريور والربس البوستيريور، تكلمنا على كيف نعرف المريض انه هو واخذ good inspiratory effort، وهذا مهم جدا ان كل ما تنفس المريض كل ما زاد الفيرتيكال دايامتر، كل ما انفتحت الريه، كل ما شبحنا لو في اي باثولوجي صغير مش واضح. تمام، ننتقل خلاص عرفنا تو كيف نعد الريبس. تعال شوف معي الاكس راي هذه وقول لي شو هو الغريب فيها. لو جيت تعد من هنا هذا الرب وهذا ما يقابله في الجهه الاخرى، وتقدر تشوف ان الرب هذا ماشي ومكمل انتيريورلي، في حاجة هنا بادية وواقفة هنا وما فيش نظير لها في الجهة الثانية. تمام، صار يعني قلت لك عندنا رب متقاطع مع الكلافيكا، هو هذا وهو هذا. انت بتقولي باي خير مش هذا الرب الاول، نقول باي خلاص حاضر، خلينا نقوله مثلا ان هذا الرب الاول،
هذا الرب الأول وين هنا وين هنا مناش معناه مش هذا الرب الأول هذا الرب الأول هذا الرب الأول هذا شنو هو هذا أصلاً حتى ما كملش قدام هذا rudimentary أوكي هذا hypoplastic هذا اللي نسموه فيه cervical rib تمام هذا cervical rib وهذا مهم إن إحنا نشوفه لأن هذا ممكن يضغط لنا على structures اللي خاشين في chest أوكي ويدير لي thoracic inlet syndrome good ممتاز تمام حاضر حاضر حنتكلم عليه الهايبرينفليتد تشيست برضو ما هو شيء كبير الهايبرينفليتد تشيست كثرة حتكون عندنا ثورة في تغيير المفاهيم هايبرينفليتد تشيست سوت اوكي سوت اوكي عندها اوبستراكتيف ايروي ديزيز سينس وين وي دو دايجنوز اوبستراكتيف ايروي ديزيز وذ تشيست اكس ريز اوكي سو اوكي تمام اوكي اوكي وايد انتركوستال سبيسز اوكي اوكي ما هي الحال ان هي هايبرينفليتد تشيست بس اما ما مش حيكون البرايوريتي لينا احنا نعرفوا هذا هايبر انفليتد تشيست ولا مش هايبر انفليتد تشيست انا ام ايمينج لمستوى اعلى من هيك بهذا تمام جود حاضر حاضر كنا في مبتدئين لكن ما مش حنتكلموا مبتدئين بس احنا جود ممتاز كويس كويس حط 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 تمام تمينا هيك السيرفايكال ريب اعتقد ان الكلام بسيط جدا اوكي حتى لو في حاجات ادفانس انا قاعد نقول فيها بشويه ونعاود فيها مرارا وتكرارا تمام فهذا ريدمنتري سيرفايكال ريب لان ما فيش ما يقابله من الجهه الثانيه والمريض هذا ممكن يجيك بينك بين في الجهه هذه يجيك بكمبريشن حاجه في ايده وجع تنميله في ايده فكلها يكون سببها ممكن اللي انت شخصته من الاكستيل هو السيرفايكال ريب اوكي ممتاز الشيء الثاني ممكن يكون في اكسبانشن الريبس تكون اكسباندد بالشكل هذا الريبس ممكن تكون اكسباندد بالشكل هذا وشوف في اكسبانشن وفي زي الماسز حوالين البارافيرتبرال يعني شيات يمين ويسار القلب شوف الفيرتبرال الريبس قديش كبار واكسباندد والبارافيرتبرال ليجنز اوكي تمام ممتاز الدكتوره فكرت تفكير كويس قالت لي ممكن تكون تي بي لكن من جديد انا قلنا يا دكتوره ممتاز جدا يعني حنصفق لك انا من هنا بس ضروري نحط الاشياء مع بعضها التي بي ما يعطيناش expansion okay, للربس تمام ما يديرش expansion للربس بالشكل هذا اللي درنا expansion okay, للربس بالشكل هذا اللي درنا expansion للربس بالشكل هذا ويعطينا paravertebral masses هذا حاجة ممكن أنتم سامعين بها في الهيماتولوجي extramedullary hematopoiesis okay. في extramedullary hematopoiesis نبدو نستخدمه كل شيء كان فيه نخاع عظم نبغى نستخدمه لتصنيع الكرات الدم تمام ففي الاكستريميدالري هيماتوبويسيس فبنستخدم العظام كلها عظام الوجه عظام الصدر عظام كل العظام فلما بتخدمها اكثر من اللازم العظام هذه حتكون اكسباندد اوكي فديما الكاركترستيك فيتشرز اوكي بتاع الاكستريميدالري هيماتوبويسيس بون اكسبانشن سبيشلي ريب اكسبانشن وparavertebral masses okay paravertebral masses yes okay good in severe hemolysis حيصير الكلام هذا good ممتاز صار نبيك انت تتفكر الصوره هذه وممتاز يعني الليفل بتاعك التريننج بتاعك هاي ليفل لما تتدرب هاي ليفل لما تمشي تشوف حاجات اقل من الليفل هذا حتلقاها سهل تمام لكن انت التريننج بتاعك يكون على الحاشيه فمشكله لو نسيت حاجه حتضيع منك الحاشيه تمام هنا غير الكلافيكلز مش واضحات لكن اوكي حتى الكلافيكلز اكسباندد لان قلت لك كل العظام هنا حيكون اكسباندد وكل العظام حنستخدمه حيكون عنده حتى كاركترستيك فيس حيكون عنده فرونتال بوسينج حيكون الزايجوما بروميننت حتكون عنده كاركترستيك لوك يعني اوكي ان العظام كلها ولا اكسباندد فنبيك أن تحفظها هذه تاخذ لها صوره وتحفظها في الميموري بتاعك ان
هذه expansion للربس و paravertebral masses هذوما extramedullary hematopoiesis. Okay, good. ممتاز. شن تاني نبغي نشوفه؟ والله ممكن تلقى حضب رب من الربس sclerotic بالشكل هذا. يعني أبيض من الطبيعي. إحنا قلنا كلمة أبيض حنستخدمه لها مصطلح radio dense. في الرب هذا radio dense لو قارنته بالأضلوع الثانيات حتلقاه الرب هذا أدكن من الثانيات، أبيض من الثانيات. أوكي، هذا يقال في الميتاستاسس وإلا فيه بون تيومر اسمه Paget disease. P-A-G-E-T Paget disease. أوكي، Paget disease هذا يدير sclerosis و expansion للبون، ومن ضمن البون اللي يصير له expansion و sclerosis الربس. تمام؟ واصلا لما انت قاري الاورثوبيديك قال لك في الباجت ديزيز حتصير هايبر دايناميك سيركيليشن، والهايبر دايناميك سيركيليشن ممكن دخلك حتى في هارت فيلير. اوكي، فانت ممكن ماهوش في الحاله هذه ممكن تلقى المريض عنده كارديوميجالي اللي عنده الباجت ديزيز، تلقى عنده بون سكليروزس، تحط كل الاشياء مع بعضها تقول والله البون سكليروز ان اكسبانشن هذا سبب الباجت، ولان المريض اللي عنده باجت عنده هايبر دايناميك سيركيليشن يخش في هارت فيلير، في الهارت فيلير نلقوا في كارديوميجالي. تمام، فالحصيله من الموضوع ان اشوف الربس ولو تلقى اي رب ابيض من الثانيات سكليروتيك رب فكر في يا اما ميتاستاسيس يا اما باجيت ديزيز. جود، يس يس، there is a high risk of osteosarcoma in باجيت ديزيز definitely. جود، تمام. الشيء الاخر هو شيء فيري تريكي لكن ضروري ما انك انت تكون عارفه you spend time انك انت تشوف له اللي هو الايروجن. اوكي، inferior rib notching. اوكي، شوف الربس في الطبيعي، نرجع لك التالي، شوف الضلع هذا كيف سموث الانفيريور بوردر، الانفيريور مارجن بتاعه، الانفيريور مارجنز بتاع الربس في الطبيعي سموث، inferior margin بتاع الرب سموث. تعال شوف الرب هذا، الرب هذا في irregularities. شوف الرب هذا فيه irregularities، الرب هذا مثلا فيه irregularities. اوكي، الirregularities الايروجنز اللي نلقوها في الانفيريور اسبكت امتاع الربس، هذه نسموها inferior rib notching. اوكي، نسموها inferior rib notching. اوكي، ما نستخدمولهاش كلمة osteolytic لأن osteolytic لما تكون فيه ماس بداخل العظم، تمام، ماس بداخل العظم يعني ماس سو يعني radiolucent يعني كركوبة شفافة فسط بداخل العظم، هذا هو مصطلح osteolytic. تمام، هنشوفه عندي مثال في osteolytic lesion، لكن لما تكون حاشية الرب فقط eroded وفيها irregularities هذه نسموه rib notching. اوكي، rib notching، inferior rib notching هذا مهم في الكواركتيشن، في تضيق الايورتا. تمام، في كواركتيشن اوف ايورتا، يعني انت المريض هذا ممكن جايك انت ب هاي بلاد بريشر، تكون فيميل تيرنر سيندروم، عندها راديو فيمورال ديلي، جايه ب ان اكسبلايند هايبرتنشن، فانت good pick up، شفت الاكس راي ظابط انت، ان من الفيتشرز بتاع الكواركتيشن اوف ايورتا ان ضروري نتاكد من الانفيريور ريبس مارجن انهم يكونوا سموث. اوكي، فهني شفت ان في irregularities في الانفيريور ريبس خصوصا بين الرب الرابع او الرب الثالث والرب الثامن. تمام، ف يا ريت تحطها في التشيك ليست بتاعك وتحاول انك انت تشوفها، وزي ما قلت لك في البدايه حتلقى التشيك ليست بتاعها طويله، مش مشكله اكتبها في ورقه قدامك وبرا حاول دير بها براكتس براكتس براكتس، وان دي بعد شهر شهرين ثلاثه شهور حتلقى نفسك انت وين والباقي وين في الاكس راي. تمام، جود، ممتاز. شوف لو ان فيه اي استفسار هنا. يس، اوكي، هذا في كواركتيشن اوف اورتا، ممتاز جدا، او في السوبر فينا كيفا اوبستراكشن، حتى هو برضو سبب لل
للكوركتيشن خير طاق ممتاز جدا. الدكتور اللي كتب لي سبب الايروجن انه بتكون فيه كولاترال سيركيليشن. بالضبط مزبوط مزبوط. لكن تو ما فيش وقت اني نشرح الباثوفيسيولوجي بتاع الكوركتيشن اوف ايورتا. تمام ممتاز جدا جود. الشيء الاخر في الرب مهم جدا وخصوصا في حالات التروما الرب فراكشرز. اوكي شوف الربس بتاعك قداش رب بوستيرير طبعا لان الاورينتيشن بتاعهم بالشكل هذا. شوف قداش رب مكسر هذا وهذا 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 وهذا, وهذا شنو مكسر في اكثر من مكان. انتم عارفين لما الرب لما ثلاثه ربس ورا بعضهم يتكسروا في مكانين هذا اسمه فلايل تشيست. نعاود من جديد. لما عندك اقل شيء ثلاثه ضلوع ورا بعض مكسرات في مكانين يعني زي هذا وهذا هذا وهذا هذا وهذا يعني واحد اثنين ثلاثة ورا بعضهم سيكوينشيو ثلاثة ورا بعضهم مكسرات في مكانين هذا اسمه فلايل تشيست. اوكي يو شود نوتيفاي التروما دكتور اللي في المستشفى اللي انا اخدم فيها. اقول له يا دكتور هو البيشنت اللي بعثته لنا اللي اسمه محمد عبد السلام مسعود رقم عنده فلايل تشيست في جهه اليسار وعنده نيموثوركس وعنده 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 فهو خلاص بتاع التروما فاهم شغله عارف ان البرايورتي حتكون للمريض هو يعني الثاني هذاك اللي عنده ايده بس مكسوره وكذا وما عنده هو مدالامك الاستيبل المريض هذا هو يتاخذ ويمشي يخدموا عليه قبل المرضى الثاني. تمام ممتاز. فهذا انت دورك كطبيب اشعه كطبيب حتى طالب سنه خامسه مرات انت تحضر في التروما ولا انت في الامتياز تحضر في التروما مش بحث حاجات زي هذه ديما دون اندر استيميت يور سيلف. اوكي يو ار ا دكتور. اوكي انت قاعد غادي حاضر غادي محسوب عليهم شد الاكس راي اعمل سقراها وقول رايك وناقش نفسك. تمام وناقش رايك وانت ليك وجود وليك شخصيه المفروض. تمام جود. من جديد بسرعه بسرعه الضلوع تعبوني الضلوع هذول. اوكي الضلوع صار اول شيء تعلمنا كيف نعدوها. ثاني شيء اول شيء فكر في سيرفايكال ريب زي ما قلت لك السيرفايكال ريب غالبا ما يكون ريديمنتري مرات حتى لهنا بس ينتهي. ثاني شيء لو فيه بون اكسبانشن وبارافيرتيبرال ماسز هذا اكسترا ميدالري هيماتوبويسيس سو تشيك فور ايفيدنس اوف اكسترا ميدالري هيماتوبويسيس سبيشلي اف يو نو ذا بيشنت از ا نون كيس اوف بلاد ديزيز. اوكي جود. رقم ثلاثة لو فيه بون سكليروزس ضلع كامل صاير فيه سكليروزس من اهم الاسباب اوستيوبلاستيك ميتاسيس زي البروستيت كانسر والباجيت ديزيز. طبعا فيه اسباب ثانيه وليست طويله لكن مش وقت هدول. الثاني اللي هو قلنا الانفيريور ريب نوتشنج وهذا فيري تريكي حتمر عليك الاكسري هذه لو حطيتها كلهم حيكتبوا نورمال لكن انت عندك تشيك ليست وعندك العظام الريبس ضروري نتبعهم وحيده وحيده وناخذ فيهم وقتي. تمام الريجولاريتيز هنا سميناها انفيريور ريب نوتشنج. تمام وبعدها قلنا الريب فراكشرز او ممكن حتى نحط الريب فراكشرز اول حاجه خصوصا لو هي تروما. تمام لو كيس تروما ريب فراكشرز او مرات حتى تلقى ماس في الرب تلقى هني دويره هيك كركوبه في الرب والرب هذا مكسور فهذا باثولوجيكال فراكشر الميتاستاسيس هذا اللي في الرب مكسر الرب. تمام فمش شرط ان الفراكشر يكون تروما انديوسد اور تروما ريليتد ممكن يكون باثولوجيكال فراكشر. صار لما تلقى انت ماس في الرب وفي الماس هذيك في فراكشر معناها الماس هذه هي اللي مضعف الرب في الجهه هذيك واكل الرب ومكسراته. تمام جود جود. من جديد شوف الرب فراكشرز شوف الرب فراكشرز يس اوكي شوف الرب فراكشرز جود ممتاز جود. تمام الضلوع وتو بنبدو شوف لو الصوره موجود فيها الشولدر والبروكسيمال هيومرس. اوكي لو شولدر ديسلوكيشن شوف الشولدر هذا وين طايح المفروض الشولدر هذا ارتكوليتس. خلينا نرجع بك التالي ونوريك لو في صور نورم. ايوه شوف راس الهيومرس ارتكوليتنج مع الجلينويد تاع السكابولا هذا نورمال جلينو هيومرال ارتكوليشن. تمام جود. وهذا الهاف مون ساين يعني ما مش نغش فيكم قدام تفاصيل هل مش مشكله. المهم هذا النورمال ارتكيوليشن هذا الهيد بتاع الهيومرس مع الجلينويد فصه او الجلينويد كافيتي
هذا النورمال ارتكيوليشن. تمام، هذه النورمال الاينمنت. دي مجموعه الاورثوبيديك يحبوا كلمه نورمال الاينمنت او نورمال جوينت ارتكيوليشن. جود، فديما حاول تستخدم المصطلحات اللي يحبوها الدكاتره. فارجع معي هنا، شوف المفروض ان الهيومرس هنا ارتكيوليتنج، هنا شوف الهيومرس قداش طايحه، هنا طايحه قدام. اوكي، هذا انتيريور ديسلوكيشن. اوكي، هذا انتيريور ديسلوكيشن. كاتر، في حد المايك بتاعه مفتوح؟ يا ريت يتاكد انه هو مسكر. خليني نخش ندير ميوت اول. ايوه تمام. فشوفوا معي هنا كيف الهيومرس هذه سبلكسيتد. اوكي، يعني ضروري ما انت تستخدم مصطلحات طبيه ما تقولش الهيومرس هنا. لا يا ولدي، لا يا ولدي، ما يمشيش الكلام هذا. فالهيومرس هنا انتيريورلي ديسلوكيتد. اوكي، شوف هنا لو انت عندك ساتسفاكشن، حتى النطق ما عرفت ننطقها، الدنيا ليله وري تعبت. لو انت عندك ساتسفاكشن اوف سيرش، وشوف الانتيريور ديسلوكيشن اللي صاير هنا، حتنسى الفلكشر هو. اوكي، شوف هنا كيف الكورتكس سموث، ما فيش اي تقصيره، ما فيش اي irregularity. شوف هنا انت ماشي طق تقصيره هي، ما في فلكشر هنا. اوكي، فراكشر في النك تاع الهيومرس، شوف مع انها مكسره لكن قاعده ويل الايند. اوكي، وما فيش اي ابنورماليتي في الارتكيوليشن، ما فيش سبلكسيشن، ما فيش ديسلوكيشن، مع انها في فراكشر. لكن صدقني لو انت بس بتحط صوره الاكس راي وبتشوف الريه، عمرك في حياتك ما حتشوف الحاجات هذه. تمام، جود، ممتاز، صح؟ هنا في جهه اليمين حيكون فيه نيك اوف هيومرس فراكشر without shoulder dislocation. هنا على طرف نقيض في anterior shoulder dislocation without any fracture. من جديد انت لو كان بتحاول تدير التشيك ليست بتاعك اللي درناها قبل، تعال مثلا الفيرتبرال بوديز، ها الفيرتبرال بوديز بتاعنا صناديق ونورمال وما فيش اي ابنورمال شيب الفيرتبرا، وما فيش اي كومبريشن ولا فراكشر، ولا فيه بارا فيرتبرال ماسز، ولا فيه الديسكات هما سبيس. مع ان قلت لك الاي بي ضروري ما تكون شويه خبير باش تظبط الديسك سبيس في الانتيريور، اللاترال احسن. لكن ها شوف السبيس هذا، السبيس هذا، السبيس هذا، كلهم زي بعضهم، يعني ما فيش اي ناروينج في الديسك سبيس، وما فيش اي irregularities باش نقولوا ان فيه تي بي سباين مثلا. الدنسيتي ما همش بيض هلبه باش نقولوا انكريس بون دنسيتي، معناها احنا شني البون بتاعنا الاوستيوبروز شويه سبجكتيف في الاكس راي. ذاتس واي احنا عندنا الكواليتيتيف سيتي سكان ميجرمنت، هذا سوفت وير جديد، او البون دنسيتومتري الديكسا سكان. اوكي، انلس ان لان مشكله الاكس راي في الاوستيوبروزس باش يبانوا الكلاسيكال فيتشر اللي هما الفيرتيكال سترياشن والامتي فريم ساين والحاجات هذيك كلها، ضروري ما تكون 50% اوستيوبروزس. تمام، وهذا ماهوش سبيسيفيك. فالتعليق على اوستيوبروزس في اكس راي ودي زي ما يقول. تمام، ممتاز، يس، جود. فانت لما تشوف هنا ما فيش اي مشكله في العظام اللي قلناهم، تجي هنا الكلافيكلز موجودات، الكلافيكلز ارتكيوليتنج نايسلي مع الاكروميون، ما فيش ديسلوكيشن، ما فيش ايروجن في الديستال 1/3 بتاع الكلافيكل. تمام، ما فيش اي فراكشرز في الكلافيكل، معناها الكلافيكل امورها تمام. اوكي، نبيك ديما تمشي بالطريقه هذه. بعدها اوكي الربس، لان هذا مش متنفس كويس، فتشوف انت واضح انه اندر انفليشن يعني. اوكي، ف لكن حتى الربس ما همش واضحات، البوستيريور ريبس ولا فيهم فراكشرز ولا فيهم ايروجن ولا فيهم سكليروزس ولا فيهم فوكال ليجنز، امورهم تمام. بعدها تمشي هنا تلقى هذا ديسلوكيتد وهذا فراكشر. اوكي، فديما لما تمشي انت سيستماتكس المخيم حتلقى روحك تشخص وامورك تمام. جود، هذا بالنسبه للشولدر. تمام، شوف من جديد من هنا اهو فراكشر من جديد في الشولدر هذا. هذا شويه امباكتد فراكشر، فضروري مع عينك تكون ثاقبه شويه. فشوف معي هنا ماشيه هيك ومولي. فالطرف العظمه هذا ركب فوق العظمه الثانيه. فضروري
مع عينك تتعود. عارف ان الكلام هذا ممكن يكون صعب، لكن الاكس راي وخبرتك في الاشعه مش بعدد السنوات، بعدد الحالات اللي انت شفتهم. اللي شايف 10,000 خير من اللي شاف 5,000، واللي شاف 100,000 احسن منهم كلهم. تمام. فهذا impacted fracture في proximal left humerus without shoulder dislocation. تمام. Good. Good. توا الشن تاني توا هذه الاكس راي بنحطها ونبي حد توا بنحطها لمدة دقيقة أو دقيقتين. أنا بعد مجموعة سلايدات أنا بنحط اختبار، فنبي نبيكم تكاثر عندكم دقيقة تشوفوا فيها الاكس راي هذه كلكم، الحضور اللي هو 100 شخص، نبيكم تشوفوا الاكس راي هذه وفي دقيقة تديروا تشيك ليست اللي قلت لكم عليها وتكتبوا لي التشخيص. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندنا دكاترة أسرع من البرق في الإجابة. شكلها سرعة النت يستخدموا في 5G ولا حتى ممكن 6G اللي مازال ما اخترعوش. ما شاء الله كل الإجابات صحيحة، ما على الأقل معناها واحد يرقد وهو مرتاح الليلة. فيه ناس ضابطة الكلام اللي قاعدين نقوله فيه. كويس ممتاز. صار زي ما قالوا زملائنا إن أول شيء إن ممتاز يا صهيب. كويس جميل. تمام. صار absent breast shadow في جهة اليسار، ولما نلقوا absent breast shadow تشوف العظيمات لو فيها metastasis، بتشوف الرية لو فيها metastasis. تمام ممتاز جدا. ممتاز زي ما تشوف هنا أهم العظيمات بتاعنا، الفيرتبرال بدي إس نضيق ونورمال وما فيهمش abnormal shape ولا فيه، شوف الديسك سبيس المسافة بين الفيرتبرا والفيرتبرا، الديسك سبيس نورمال كله ولا فيه parafertebral collections. تمام. ولا فيه abnormal shape ولا فيه sclerosis ولا فيه فيرتبرا مفطصة هيك مبططة اللي هي الفيرتبرا بلانا، والأمور كلها تمام سافا كما يقولوا إخواننا التونسيين. تمام good. وشوف هنا الكلافيكلز بتاعت موجودات وما فيهمش فراكشرز وما فيهمش إيروجن، واي نوت انت تقدر تقول حتى الكلام بينك وبين نفسك. تمام good. فالكلافيكلز امورهم تمام، نو ديسلوكيشن نو إيروجن بلا بلا بلا. شوف معي عد معي الربس، هذا الرب الاول له ما يقابله في الجهه الثانيه، يعني ما تقولش تقول لي لا هذا سيرفايكال ريب، لا هيك وهيك ما يجيش. شوفوا حتى مكمل لقدام سيرفايكال ريب غالبا ما يكونش هايبوبلاستيك، يعني شويه هيك ويوقف. تمام good. رب هنا 1 2 3 4 5 6 امورهم تمام. اوكي زي ما قلت انت يا دكتور انا اكثر من 6 ريبس انتيري اللي فهو هايبر انفلتد تشست، هذا حنتكلم عليه في وقته باذن الله. البوستيريور ريبس ما فيهمش فراكشرز، شوف كيف الانفيريور مارجن سموث، دي معود عينك انك انت تشوف النورمال انفيريور مارجن سموث، ما فيهاش ايروجنز يعني ما فيهاش ريب نوتشنج، الامور تمام. الارتكيوليشن هنا الشولدر تمام، الشولدر هنا ارتكيوليشن تمام، ما فيش فراكشرز ما في شيء، اذا الامور كويسه. تمام جود. لا ما فيش ريب نوتشنج تمام، ضروري ما نتعودوا عيننا ان احنا نشوفوا النورمال باش ان نتكلموا. جود. حاضر في نهايه الحصه يا احمد حنجاوبك كيف بالضبط التي بي والفيرتبرال مالجنسي، هذه حنقعمزوا فيها حنتسحروا فيها اونلاين مع بعض باش نشرح لك انا بالضبط كيف نميزوا التي في من الميتاستاسز في السباينال. الانترست بتاعي ماسكولوسكيليتال، فانت سالتني في الماسكولوسكيليتال فضروري ما نقعمز مع بعض بعد المحاضره ونصلي الفجر مع بعض. ننتقل اللي بعدها. خلاص دكاتره هي خلونا بالله في المحاضره، نوقفوا الشات ونرجع من جديد. تمينا العظام وتمينا الدنيا كلها، نبدو شنو في التريكيال ليجنز. اوكي نبدو في التريكيال ليجنز. التريكيال ليجنز شوفوا معي التريكيا هذه، شوف التريكيات اللي قبل نوري لك فيهم انا. تريكيا الدايمتر بتاعها المفروض انه يكون طبيعي وما فيش هذيك الريجولاريتيز. كاتر اللي ناسي المايك بتاعها مفتوح يا ريت انه هو اي سكره. شوف التريكيا الدايمتر بتاعها هنا كيف نورمال، شوف التريكيا هنا كيف هنا ماشيه، لكن هنا في تخصر في التريكيا. وصدقني كان التريكيا مش في التشيك ليست بتاعك ولا عمرك هتشوف التريكيا الباثولوجي هذا. فالتريكيا هنا في تريكيا نارووينج significant narrowing تقدر تقول causing 50% luminal narrowing. اوكي okay, the proximal trachea demonstrate a significant
tracheal narrowing causing 50% narrowing of the tracheal diameter. والله ممكن السبب هذا يكون compression from outside. ممكن يكون فيه out فيه malignancy قاعد ينمو من البول بتاع التريكيا. ما مش مشكلة أنت غير قول هيك في tracheal narrowing وخلاص وبعدين هم يشوفوا clinical correlate مع clinical هل secondary لي مثلاً لما يريد هذا مدير له تريكيوستومي قبله هذا narrowing لي علاقة بالتريكيوستومي لما يريد هذا عنده أي disease يدير في التري في tracheal narrowing compression from outside لما يريد عنده papilloma لما يريد عنده adenoid cystic carcinoma لما يريد عنده whatever تمام good فا خليني ندير بالله عندي ميوت اول اوكي هذا بالنسبه للتريكيال باثولوجي الوحيد اللي احنا نقدر نشوفوه في الاكس راي باقي الابنورماليتيز بتاع التريكيا الشيبس والمورفولوجي والكالسيفيكيشن الانتيريور والبوستيريور وا 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 كل ما تقوم تشوفه في السيتي سكان ننتقلوا تو الوقت قداش هو 37 دقيقه يا ودي خليني ننقز المدياستينم لان مش بتاع نهايه حصه نمشي للهارت للميدياستنا ما هيش توه نبدا به المحاضره الجايه لان الكلام غليظ شويه في الميدياستنا خلينا نمشي للهارت وبعدها نخشوا نخشوا للريا بعد الهارت والمحاضره الجايه ان نرجع للميدياستنا لان الميدياستنا ما نبي حد مصحصح في بدايه الحصه لان الكلام معظمه حيكون جديد في الميدياستنا اوكي نمشي للهارت المفروض طبعا النقطه الجايه الميدياستينم فوتها خليها حنرجعوا لها اللي بعد الميدياستينم اللي هو الهارت الهارت سهل هيك وكذا يمشي في نهايه الحصه الهارت حيكون عنده حتى هو ليه تشيك ليست تمام يعني الهارت تبغى تشوف السايز بتاعها حنتعلم كيف نحسب حاجه اسمها كارديو ثوراسيك ريشيو رقم 2 نبغى نشوف السايز اوف تشامبر انلارجمنت بيت تشامبر رايت اتريوم رايت فينتريكل ليفت اتريوم ليفت فينتريكل بعدين الايورتا، الايورتا في حد ذاته هذا برنامج بنشوفه هل هو انيوريزمال يعني فيه ثوراسيك ايورتيك انيوريزم ولا لا؟ ديسكتنج مش ديسكتنج شويه صعبه بالاكس راي تبي سيتي سكان بعدين نضغطوه هل هو ستانفورد اي ستانفورد بي كلاسيفيكيشن اكسترا بعدين بنشوف البوزيشن بتاع الارش بتاع الايورتا في الطبيعي انه في جهه اليسار فيه ابنورماليتيز فيها رايت سايدد ايورتيك ارش فيه ابنورماليتيز فيها دبل ايورتيك ارش واحد جهه اليمين وواحد جهه اليسار شن ثاني بنشوفه بنشوفه لو فيه فوكال بلجنج في الكاردياك كونتور هذا حنكون انيوريزم يا اما ترو انيوريزم يا اما فولس انيوريزم بنشوفه لو فيه بيريكارديال كالسيفيكيشن بيريكارديال كالسيفيكيشن وذ نورمال سايز اند هارت حنفكر في الكونستركتيف بيريكارديتس وطبعا بنشوفوا البوزيشن بتاع الهارت هل هو في شيء اليسار طبيعي والا ديكستروكارديو اوكي جود نبدا حيله وحيله على بركه الله كيف بنقيسوا احنا الكارديو ثوراسيك ريشيو كيف بنقيسوا الكارديو ثوراسيك ريشيو اول شيء بنشوف بخط مستقيم في الميد لاين بنشوف خط مستقيم في النص يعني في نص الفيرتبرا يعني تقريبا السيرفس اناتومي بتاع السباين بتاع الفيرتبرا لان ديما نبقوا فيكسد اناتوميكال لاند مارك موجوده في كل الناس فالسباين بتاع الفيرتبرا مرات احنا ما نشوفوش خصوصا في الاي بي مرات ما يكونش واضح فالسباين وين مكانه؟ في نص الفيرتبرا بالضبط فانت بتنزل بخط وهمي تخيلي في نص الفيرتبرا تمام وبتمشي تختار ابعد نقطه على محيط الهارت في جهه اليمين يعني شوف الهارت ماشي 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 يبعد 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 بعدين ينزل يرجع معناها هذه ابعد نقطه بتدير عليها نقطه هنا وبترسم خط بين الخط العمودي هذا وابعد نقطه على محيط الهارت في جهه في جهه اليمين وهذا حنسموه مين رايت دايمتر يعني ماشي لازم نسميه حتى طابور اوكي المهم في جهه اليمين وخذ القياس بتاعك ونفس الشيء خط عمودي وابعد نقطه على محيط الهارت في جهه اليسار وانزل بخط عمودي تمام يعني المسافه من هنا لهنا والمسافه من هنا لهنا هذا بنسموه المين رايت ديامتر وهذا المين ليفت ديامتر بنجمعهم الزوز وبنحطهم في البسط فوق الخط
المقام هذا اللي هو توا عرض القلب، هذا توا احنا اللي درناه مخصوص المين رايت دايامتر والمين ليفت دايامتر، هذا عرض القلب. تمام، عرض التشست توا حيكون عبارة عن خط مستقيم، خط مستقيم يمر بين نقطتين على التشست وول. شرطي ان الخط يمر بالزاوية اللي يديرها القلب، هذا القلب وهذه الديافرام، الزاوية اللي يصنعها القلب مع الديافرام اسمها كارديو فرينيك انجل. اوكي، وهذه مهمة، فهل في حوالي 6-7 pathologies يطلع من الجهة هذه، فهذه بنسموها كارديو ديافراماتيك انجل. اوكي، فمن جديد نرجع من جديد، احنا حنرسم خط يجمع لي نقطتين على تشيست وول. شرطي ان الخط يكون مارا بالكارديفرينيك انجل اليمين. تمام، صار شرطي ان الخط اللي درته هنا يجمع لي نقطتين على تشيست وول انه يكون مار بالرايت كارديفرينيك انجل، وهذا بيكون المقام. صار حنجمع عليه المين رايت دايامتر مع المين ليفت دايامتر ونحطهم في البسط، والديامتر متاع التشست، تمام، الانترنال ديامتر متاع التشست هنحطه في المقام، هنقسم البسط على المقام ونضرب في 100. الريشيو المفروض يكون up to 50% في الأدلت، تمام، لأن في البيدياتريك حتى 60% مقبول في النيونيت خصوصا، تمام، خصوصا في أول 24 ساعة، لأن في فيسيولوجيكال كارديوميجال في أول 24 ساعة في النيونيت. المهم خلينا نرجع للأدلت، النورمال كارديوثراسيك ريشيو المفروض ما يزيد ليش على 50%. لما يزيد لي على 50% نسميه enlarged cardiothoracic ratio or increased cardiothoracic ratio أو increased cardiac shadow. تمام، مش كل increased cardiac shadow يعني لي cardiomegaly، مرات يكون اللي محيط بالقلب fluid. تمام، لما الفلويد محيط بالقلب ممكن يكون effusion، ممكن يكون hemopericardium، ممكن يكون cardiac tamponade. بالإكس راي ما نقدروش نميزوا هل هذا tamponade يعني فلويد ضاغط على القلب. تمام، أنت عارف التامبوناد والبيكس ترياد متاع التامبوناد. good، صار. أما حكاية بفلاسك شيبد، ما فلاسك شيبد قلت الكلام الرسمي يا ولدي، ما تقدرش تميز لي بيريكارديال افيوجن من كاردياك تامبونات باكس راي. انت تبي كلينيكال كوريليشن وتبي حاجات ثانيه وانفستيجيشن ثانيه باش تضبط بها هل هو كاردياك تامبونات او لا. يس، ممتاز. السبب الثاني ممكن يكون لو سلايتلي انلارجد الهارت شويه، يعني لقيت انت 53 54 55، ممكن يكون الفيو اصلا اي بي فيو، ممكن الفيو يكون اي بي فيو، لكن انت مش القلب عاد قلبها هيك كبريته معبي التشست كله 80% الكارديوثراسيك ريشيو، وتجي تقول لي انت حافظ تجي تقول لي ممكن الفيو اي بي، ما يمشيش الكلام. اي بي فيو يعطيك سلايت انلارجمنت اوكي في الهارت، مش يعطيك كارديوثراسيك ريشيو بتاع 80%، ما يجيش الكلام. 80% هذا دايليفت كارديوميوباثي والا مسف بيريكارديال فيوجن، ما فيش حاجه ثانيه. تمام، حاضر حاضر. صار اسباب زياده الكارديو ثوراسيك ريشيو ممكن تكون بيريكارديال فيوجن او كاردياك تامبونات، التمييز بيناتهم يكون كلينيكال، او ممكن يكون كارديوميجالي، ممكن السبب يكون كارديوميجالي، يعني كارديوميجالي سبب من اسباب زياده الكارديو ثوراسيك ريشيو، مش السبب الوحيد. تمام، فلهذا انت تكون سيف وتقول زياده في الكارديو ثوراسيك ريشيو، الله اعلم. اوكي، ففذر كورليشن برا انت دير لايك، والله خليني ندير اكزامينيشن نشوف الايفكس بيت، نديرو سكالتيشن مرات هذا عنده ميرمر وانا فهمت حاجه باش نفهم، نقول والله ممكن هذا انلارجمنت، والله ممكن لما ندير يعني في اكزامينيشن الهارت ساوندز مفلد والايفكس بيت ما قدرتش نحسه فهذا بيريكارديال فيوجن، والله مرات البيشنت هذا عنده البيكس تريايد وعنده سيستميك هايبوتنشن وعنده بلا 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 وابسنت ايفكس بيت والتريايد بتاع الايبل بتاع الكارديك تامبونات، فانت بتقول هذه كارديك تامبونات وهكذا. ممتاز، اوكي. ثاني حاجه طبعا هذه تعودنا كيف تعلمنا كيف نقيس الكارديثراسكريشن، ثاني حاجه نبيك ديما في كل كيس
تتاكد ان الارش بتاع الايورتا في جهه اليسار. تمام، لو انت حطيت لك الاكس راي هذه تبغى تبهت لها وتشوفوا لها تشوفوا لها تشوفوا لها يمين يسار يمين يسار من فوق للنقطه من النقطه لفوق، وبتقول لي بتقعد تطلع تقول في حاجات ما لهاش علاقه بالموضوع، وشوف الارش بتاع الايورتا في جهه اليمين، هذا مش طبيعي، المفروض الارش بتاع الايورتا هنا. تمام، ارجع بك الثاني ونوريك نورمال الارش بتاع، شوف الارش بتاع الايورتا بغض النظر عن الماس هذه، شوف الارش بتاع الايورتا في الطبيعي. احنا ديما احنا عندنا هذا الارش بتاع الايورتا، وتحت الارش بتاع الايورتا عندنا مكان البولمونري، اوكي البولمونري كونس، اوكي يعني تحت هذا الارش بتاع الايورتا، وهذا بعدين يجي البولمونري بولمونري فيسلز. تمام، فالارش بتاع الايورتا في جهه اليسار المفروض. تمام، ارجع هنا شوف الارش كيف جاي في جهه اليمين. تمام، اما الارش في جهه اليمين انت بتكلم الكارديولوجيست، لان غالبا الرايت سايد ايورتيك ارش اسوسييتد مع كونجنتال ابنورماليتيز، ولو فيه اطباء بيدياتريك هنا ولا في حد قاري بيدياتريك كويس هيعرف ان الرايت سايد ايورتيك ارش اسوسييتد هلبا مع ترانكس ارتريوسس، اوكي اللي هي واحده من السيانوتيك كونجنتال هارت ديزيزز. اوكي جود ممتاز. صار شوف لي انت ال سايز البوزيشن بتاع الايورتيك ارش في اي مكان رايت ولا ليفت. شوف هذا، هذا عنده واحد جهه اليسار وواحد جهه اليمين، هذا نسموه دبل ايورتيك ارش. اوكي هذا نسموه دبل ايورتيك ارش. بعد ما شبحت انت البوزيشن بتاع الايورتا، بعد ما شبحت انت البوزيشن بتاع الايورتيك ارش وتاكدت انه هو رايت والا ليفت، اوكي اوكي الايورتيك ارش تقدر تقول ايورتيك ارش، تقدر تستخدم ايورتيك نوب، تقدر تستخدم ايورتيك نكل، اوكي في الاكس راي. So use any term، مش مشكله. غير اظبطوا لنا بس، اوكي انه هو في جهه اليمين، سميه بعدين حتى اي حاجه. تمام. نشوف توا الساينز بتاع الرايت بتاع الليفت اتريال انلارجمنت، صفته اكثر شيء احنا نشوفه فيه في الديلي براكتس، يعني الانلارجمنت بتاع الليفت سايد اوف ذا هارت اكثر تنشاف في الكلينيكال براكتس. اوكي فبنبدا واحده واحده، نبدا واحده واحده بس تشوف انت الساينز بتاع الانلارجمنت. نبيك ديما تركز لي على الانجل بتاع التريكيا الكراينا. اوكي الكراينا انجل، الكراينا انجل هذا الطبيعي زاويه حاده، اوكي ما تزيدش على 60 درجه، 60 61 62 درجه في الرينج هو. شوف معي الزاويه هذه تو، الزاويه هذه منفرجه ولت. تمام، علاش ولت منفرجه؟ لان الليفت اتريوم جاي هنا بين الرجلين، تمام، وهو اللي دار widening للكراينا انجل، obtused كراينا انجل. اوكي جود، مرات تلقى في straightening في الليفت كاردياك بوردر، اوكي مرات ما تلقاش، فهنا ماهوش واضح هلبا straightening في الليفت كاردياك بوردر، لكن اللي يخليك تشك تمام ان هذا كاردياك انلارجمنت وتدور الساينز الثانيه وتدور الكلينيكال سنس وتقرا الفايل بتاع المريض وتكلم الريفيرنج فيزيشن، الانجل هي من الاشياء اللي ضروري انك انت تستخدمها وتركز عليها لما تبي تشوف هل فيه chamber enlargement والا لا. تمام جود، صار عندنا احنا widening of carina angle ولا splaying of the carina angle ولا obtused carina angle، يوز الترم اللي انت تبيه. في شويه اوكي ما نبيش نكذب، ما هوش straightening هنا، هو المفروض يكون في straightening للليفت كاردياك بوردر، يعني الانجل التخصر هذا ما نشوفوش، نشوفه هيك ستريت كلها مع بعضها، فيسموه مايترلايزيشن، يعني الساين هذا يعني الجهه هذه كلها تكون فيري ستريت فيش تخصر الجهه هذه، اي بالضبط هي تسموه مايترلايزيشن، يكون ستريت المفروض ماهوش واضحه هنا، لكن الكراينا انجل ساعدتنا. شوفوا معي هنا في حاجه اسمها دبل شادو ساين، اوكي شوف هذا الانارجد ليفت اتريوم كبر ووصل لنا حتى هنا، شوف البوردر هذه والبوردر هذه، اوكي رايت كاردياك بوردر ولا الدبل، هذه واحده وهذه واحده. تمام، هذه الرايت بوردر العاديه بتاع الهارت وهذه الجديده لان الليفت اتريوم انلارجد ونزل لي لوطه. تمام
فهذه بنسموه double right cardiac border أو double shadow sign. هذا الثالث sign للميترال stenosis. صار widening of carina angle, straightening of left cardiac border, double shadow sign or double right cardiac border sign. تمام. Good. الدكاترة دي ما بنقول لك لما المريض يكون عنده left signs of left sided enlargement ديما check lung وexclude pulmonary edema. تمام. ديما تأكد إن ما فيش pulmonary edema. كيف تبان pulmonary edema؟ حاضر. المحاضرة القادمة بإذن الله لما نتكلم عن الرية حنتكلموا على pulmonary edema كيف تبان بالضبط. تمام. أنت غير اكتبها بس من توا في أي حالة فهل left cardiac enlargement ضروري ما ان اكسكلودو كوي ان اكسكلودو هذه ليبيان ريمكس. نشوف هل فيه pulmonary edema والا لا. تمام. Good. شن تاني فيه في الحاله هذه؟ شن فيه في الحاله هذه؟ شن فيه في الحاله هذه؟ في congested pulmonary vessels تقدر تشوفهم اما طلعت من الهايلم. واضح لان احنا الميترال فالف ديزيزز تؤدي ل تؤدي للبلمونري هايبرتنشن. اوكي تؤدي للبلمونري هايبرتنشن. ممتاز. شن تاني عندنا هنا تقدر تشوف في الدويرات هذوما البيض هلبة هذوما ستيرنوتومي سوري ستيرنوتومي وايرز اوكي انديكيتنج اوبن هارت سيرجري وتقدر تشوف هنا ان في بروستاتيك فالف اوكي بروستاتيك فالف يعني هذا مبدلين له فالف اوكي ومكانه ميترال أصلاً أنت بتقدر تحطها كلها مع بعضها إن هذا عنده long standing mitral valve problem أدت إلى left atrial enlargement وأدت إلى pulmonary hypertension فوجب عليهم إن يديروا له شيء open heart surgery ويحطوا له valve جديد. Okay. ممتاز. Good. الدكاترة أي شيء في الرية خلوه لا مهوش لوبر نيمونيا هذا الدكاترة هذا البريست تمام هذا البريست فوق الرية فديما البريست شادو انت تدير ديما في كونفيوجن انه هو نيومونيا فلا ماهوش ما عندهش ما عندهش نيومونيا ممتاز هذا اول تشابتر تشامبر انلارجمنت اللي هو الليفت اتريال انلارجمنت نجو للليفت فنتريكولار انلارجمنت نجو للليفت فنتريكولار انلارجمنت لما يكبر الفنتريكل بنحكوها بالليبي الكاردياك ايبكس الايبكس اوف ذا هارت بيتحرك lateral inferior and posterior اوكي صار الايبكس بتاع الهارت بيهرب هلبة جهه اليسار فبيعطيك الكلاسيك بيكتشر بتاع الشخصيه الكرتونيه اعتقد اسمه والله نسيت شنو او سمثينج نسيت اسمه بالضبط الكرتون هذا المهم فالكاردياك ايبكس حيتحرك جهه اليسار displaced outward downward backward اوكي okay. or laterally inferiorly and posteriorly اوكي okay. فبالعربي الايبكس بيت الايبكس بتاع الهارت بتلاقيه ماشي هلبة جهه اليسار من الاخر تمام هذا باش تقول عليه شنو left cardiac enlargement فهذا اسهل واحد فيهم يعني ما فيش كيف تدير له confusion مع اي حاجه ثانيه. نجو توا للي فيري تريكي اللي هو right ventricular enlargement. اوكي right ventricular enlargement. شوف الايبكس بتاع الهارت. شوف هنا الايبكس بتاع الهارت وين مكانه. وشوف هنا الايبكس بتاع الهارت. لما بيكبر right side بتاع right ventricle الايبكس حيتحرك upward okay لما بيكبر الليفت سايد الايبكس بتاعنا حيتحرك downward and lateral تو الايبكس بتاعنا حيتحرك upward and slightly medial okay العكس خلف الخلاف تمام good صار الموضوع ماهوش صعب بس يبي practice وطبعا راهو اصعب جزئيه في الاشعه هي الاكس راي يعني بتفرح انت لما يحطوا لك سيتي سكان وتفرح لما يحطوا لك ام ار اي لما يحطوا لك اكس راي تبدا عاد تضرب اخماس في اسداس وتبدا تعصر في عيونك
ايوه شمو صحالي بالضبط، هو هذا الشخصيه الكرتونيه. جود. فالابكس بتاعنا بعكس اللي فاتت هنا displaced downward and lateral، لما يصير enlargement في right ventricle حيصير له upward and slight medial okay deviation okay yes yes شمو. ممتاز ممتاز. في اللاترال خليني اعطيك حاجه في اللاترال. اللاترال ما هيش بارت الحقيقه من الحصه بتاعي لانها فيري فيري ديفيكلت، ولو ممكن بعدين نسقولها لو واحدين راديولوجيست او ريسبيراتوري ممكن ندعمزوا مع بعض اللاترال اكس ري لانها تخيليه اكثر من اللازم يعني. ففي اللاترال اكس ري هذا الهارت بتاعنا، هذا السترنوم، في الطبيعي ملاحظه ان طبعا الانتيريور سيرفيس بتاع الهارت، الانتيريور وول بتاع الهارت فورمد باي رايت فنتريكل. ففي الطبيعي الرايت فنتريكل طبعا من هنا، هذه المسافه من هنا، هذه كلها الاسترنوم. ففي الطبيعي الرايت فنتريكل يشكل اقل من ثلث المسافه هي من هنا لهنا. شفتوا الرايت فنتريكل من هنا لهنا اكثر من النص، صار في الطبيعي الرايت فنتريكل اوكي هو يشكل الانتيريور وول بتاع الهارت اللي هو لاصق في الاسترنوم. المسافه هذه من هنا لهنا external height وراها المفروض اقل من ثلث الهارت يكون لاصق فيها. لو اكثر من ثلث الهارت او اكثر من ثلث الانتيريور وول بتاع الهارت لاصق في السترنم، هذا ساين بتاع right ventricular hypertrophy. اوكي ما هيش مشكله انت غير خليك على اللي فات، لكن هذه كان لقيتها في طريقك ف it's nice to know. اوكي ان right ventricular المفروض الطول بتاعه يكون اقل من ثلث طول السترنم. تمام جود، صار هذا واضح انه هو رايت فنتريكولر انلارجمنت. اوكي هذا ماهوش مهم هلبا الحقيقه. رايت اتريال انلارجمنت فيري ان كومن، فيري رير الحقيقه، ماهوش بس تشوفه انت في الاكس ري، ماهوش كلاسيكال، ما حنا حنفوت الحقيقه، ماهوش something we should know يعني right atrial enlargement. حتى في الارتكلز مش حتلقاهم كاتبين عليها. Let me pass this one. الحاجه المهمه شوفوا معي in continuation مع الايرتيك ارش، شوف الدايلاتيشن، شوف وين ماشي. طبعا هذا له علاقه بالايرتيك ارش، شوفها كيف واسع وكيف دايلاتد. فواضح جدا اي انسان حيقول لي ان هذا ايرتيك ثوراسيك ايرتيك انيوريزم، حيقول لي ان هذا ثوراسيك ايرتيك انيوريزم. هني يفرق المريض بتاعك طبعا، انت هذا بتنحي تبعته طول للسي تي سكان باش يديروا لها ايرتوغرام ويشوفوا بالضبط القياسات بتاع الاسندنج ايرتا والديسندنج ايرتا. في قياسات ضروري نديروا عندها فولو اب، في قياسات ضروري نديروا عندها الكتف سيرجري، في قياسات نديروا فيها ايمرجنسي سيرجري. في فيتشرز تقول لك انه هو ديسكتنج ايورتيك انيوريزم، في فيتشرز تقول لك انه هو ليكينج ايورتيك انيوريزم، في فيتشرز تقول لك انه هو رابشر ايورتيك انيوريزم. اوكي فالتفاصيل هذه كلها يعرفها الفاسكولار كارديوثوراسيك سيرجن او اللي الانترست بتاعها ثوراسيك ايمجنج. فخلاص انت هنا عليك انك انت تقول dilatation enlargement في الثراسيك ايرتا in keeping with the thoracic aortic aneurysm. طبعا to be correlated clinically، طبعا لو البي بي ناقص ولو فيه pain radiating للباك و tearing in nature بلا بلا بلا، انت حتشوف انه هو dissecting وحتطلب CT aortogram باش تشوف هل في features of dissection. وبعد اكوردنج للريبورت بتاعك انت بتقيم سماعتك وبتكلم الريفرنج فيزيشن، ولو هو ديسكتنج ايورتيك انيوريزم خصوصا في الاسندنج ايورتا، لان في الديسندنج ايورتا يديروا له في كونزرفاتيف مانجمنت، لو هو ديسكشن في الاسندنج ايورتا حتقيم تليفونك وحتى تكلم الكارديوثوراسيك سيرجن، حتقول له يس، حتكلم الكارديوثوراسيك سيرجن حتقول له راهو عندي يعني ستانفورد اي ديسكتنج ايورتيك انيوريزم،
المسألة القياسات بالشكل هذا، تبعت له صورة وتقول له راهو دخل خلاص انت فاهم يعني المانجمنت. هو من حين حتقول له السكتنج ايورتك انيوريزم في الاسندنج ايورتا حيسكر تليفونه وحيجيك يجري. تمام. الحاجة اللي بعد الايورتك انيوريزم الكاردياك كونتور، لو في فوكال بلجنج، لو في فوكال بلجنج الكاردياك كونتور خصوصا لو بوست ام اي. اوكي، لو بوست ام اي والمريض جاك في الفولو اب ولقيت عندها فوكال بلجنج في الكاردياك كونتور، فانت حتفكر في كاردياك انيوريزم. اوكي، كاردياك انيوريزم هل هو ترو كاردياك انيوريزم او فولس كاردياك انيوريزم؟ بعدين هذه انت تدير لها ديسكشن وكاركترايزيشن بال سيتي كاردياك سيتي. بس لو انت غير شك انه هو انيوريزم وخلاص، وكلم الكارديولوجيست ودير له ديسكشن الحاله مع الكارديولوجيست وبرا قدمتك انت من الموضوع. المهم فوق الكاردياك بلجنج دور نفكروا يا شباب ويا دكتورات في الكاردياك انيوريزم. تمام. الشيء الاخير، شوف الكونتور، شوف الاوتلاين بتاع الهارت وتاكد ان ما فيش كالسيفيكيشن. تمام. فهنا في كالسيفيكيشن، في انكيسمنت للهارت، انكيس داخل بكالسيفايد ريم، فبريكارديال كالسيفيكيشن، هذا كونستريكتد بريكارديتس. اسبابها كثيره، تي بي صح اللي صاير له قبل هيستوري اوف هيموبريكارديوم حيصير له كالسيفيكيشن في البريكارديوم. اعتقد روماتويد ارثرايتس وسم كونكتيف تيشو ديزيزز ممكن يديروا كونستريكتد بريكارديتس. بس في الايرا بتاعنا نفكروا في تي بي. اوكي، ما احنا ماناش اندمك اريا بالتي بي، بس اعداد التي بي قاعده تزيد الحقيقه على المسموع يعني اللي مده مانيش فيه. تمام. فمن جديد نديروا ريفرش للهارت. الهارت لما يقول لك شوف لي الهارت في الاكس راي هذه يا دكتوري، تشوف السايز بتاع الهارت كيف بتقيسه، تنزل بخط وهمي على المنتصف، تشوف اوسع دايمتر على اليمين وتقيسه، واوسع دايمتر على اليسار وتقيسه، تجمعهم الصوص وتحطهم في البسط، تقيس التراسك دايمتر، خط يمر بين نقطتين على تشست وول مارا بالكارديو ثراسك بالكارديو فرينيك انجل لمين. تمام. وتحطه في المقام، تقسم البسط على المقام، تضرب في 100 لو الريشيو اكثر من 50 هذا انكريزد كاردياك شادو ولها اسبابها اللي قلتها لك انا وانت ظبطها. بعدين ثاني حاجه اتاكد من البوزيشن بتاع الايورتيك ارش، هل هو في جهه اليسار او في جهه اليمين؟ جهه اليمين بتكلم الجماعة يديروا له ايكو لان اساسه يد هلبه مع كونجينيتال مالفورميشن. تمام. هي ولو عنده دبل ايورتيك ارش. تمام. بعدها بتشوف انت الساينز بتاع تشامبر اللاشمي، بتتبعهم واحده واحده. الساينز بتاع الليفت اتري اللاشمي قلت لك يعني ستريتنينج في الليفت كاردياك بوردر، تكون ستريت خط مستقيم من هنا لهنا، وهو مش واضح في الحاله هذه، لكن اللي واضح في الحاله هذه مهم جدا هو الوايدنينج بتاع الكراينا انجل. اوكي، الزاويه هذه قلت لك تكون اقل من 60، لو زادت ولت اوبتيوست ولت منفرجه بالشكل هذا معناها اللي تحتها اللي قاعد موسع لها رجلها بالشكل هذا هو الليفت اتري. تمام. الليفت اتري مكبر وصل حتى هنا واعطاني شيء دبل كاردياك بوردر ودبل شادو ساين. اوكي، هذا واحد وهذا واحد. تمام. صار مايترلايزيشن اللي هو ستريتنينج ليفت كاردياك بوردر، وايدنينج اوف كراينا انجل، دبل شادو ساين، بولمونري كونجيشن، وبعدين في ادفانسد ستيجز يصير فيه ديبوزيشن للهيم في اللنج وحاجه اسمها بولمونري هيموسيدروسس. ماهوش مهم. تمام. عندك الليفت فنتريكولار انلارجمنت، الايبكس بتاع الهارت يصير له ديسبيسمنت لاترال، اوتورد، داونورد، باكورد. اوكي، هذا الانلارجمنت بتاع الليفت سايد بتاع الهارت. رايت سايد العكس. اوكي، الايبكس حيكون مرفوع فوق وشويه لداخل. اوكي، ابورد ديسبيسمنت، سلايت ميديال ديسبيسمنت. اوكي، جود. وقلنا نشوفه بعده الارش بتاع الايورتا، سوري الاورتا بتاعنا، هل هو دايليتد ولا لا؟ ولو هو واضح بالشكل هذا دايليتد، نتناقشوا مع الدكتور اللي محول الحاله هل هو شاك في ديسكشن او لا، وبعدين تناقشوا انت وياه وتعرفوا، لان لو شاكين في ديسكشن ضروري هذا يبي حاجه اسمها سي تي ايورتوجرام. جود. وبعدين لو في فوكال بلجنج في الكاردياك كونتور بتشك في شيء في الكاردياك انيوريزم. واخر شيء بتشوف لي لو في كاردياك كالسيفيكيشن. اوكي، كاردياك كالسيفيكيشن هذه كونستريكتيف بريكارديتس. تمام.
وهذا من جديد السايز بتاع الهارت الكبير. واخر حاجه في الهارت اللي هو البوزيشن البوزيشن بتاع الهارت هنا هذا في جهه اليمين. في حاجه تريكي دكاتره يدرونا فيها حتى قبل في الاكزام، اتاكد بس ان هذا ليفت سايد وهذا رايت سايد وانت مش شادها بالمقلوب بس، تمام؟ لان اكثر من مره يحطها لك هيك الاكس راي وهنا مكتوب ليفت، معناه انت ماسكها مقلوبه، تمام؟ معناه يقلبها شيء الثاني يطلع نورمال. فتاكد بس قبل ما تقول ديكستروكارديا ان هذا هنا ليفت تكون ليبل كاتبين لك عليها ان هذا ليفت وهذا رايت. لأنه لو كاتبين لك ليفت هنا وانت قلبها بالشكل هذا وانت فرحان وواثق من نفسك او يعني حتقول ده ديكستروكارديا، لا يا باشا ما ينفعش الكلام اللي انت بتقول، تمام؟ ميك شور ان دي ان دي خلينا نرجع للليف ان هذا ليفت سايد وهذا رايت سايد، اوكي باش تقول ديكستروكارديا، تمام؟ خلاص يسرنا. هي جت الساعه قداش تو؟ ايه 12:07. هل في سؤال؟ اللي عنده سؤال يا دكاتره يكتبوا لي في الشات لان بنمشي ان ناكل حاجه. هل في سؤال؟ ايه نفسكم نفسكم التوقيت نفسكم نفس خط الطول، غير احنا نفس مش نفس مش نفس الفصل، احنا شتاء وانتم صيف. فيكم بارك الله وهذا الواجب، فيكم بارك الله، ما عنديش فيه جميع بكل اخوتي وزملائي المستقبل، زملائي من كل متوع. خلاص ما فيش اي سؤال. تمام دكتور، مشكور بارك الله فيك دكتور. المحاضره الجايه باذن الله. شكرا دكتور بارك الله فيك. باذن الله تبي تاخذ كم ساعه بس باش ننسق الجدول؟ والله ما نعرف، انا حام الدكتور احمد اللي نسق معي قال يوم الاربعاء، ما نعرفش انا بالنسبه لي فاضي. اوكي درنا لك محاضره يوم الاربعاء لكن تبي تاخذ كم ساعه بس عشان مرات حق والله انا مش عارف تو انتوا ما اكثر من ساعتين شايره فافطروني كويس. اوكي افطر كويس ايه فبنبدا للعشرة. العشرة كويس باش واحد يكون مصلي تراويح ومكمل الكوره ويجي هنا يبدا فيكم. فالمره الجايه راح اكثر من ساعه في محاضره بعدك تكون الغوا. تمام تنسيق الجدول بس خلاص، ما غير افطروا باهي وقهوتكم باهي وخلاص. توا حماد نزلهم التسجيل.